ماشي تمام. كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول عشان ازاي عشان احلل المبنى اعمل ايه؟ لازم انا محتاج تولز. تمام؟ ايه التولز اللي انا محتاجها؟ اللي هي السي اس اي تولز، هي دي التولز المنتشره لحد دلوقتي. اي نعم الروبوت داخل في السكه شويه، هو والريفت الاثنين كومباتبل مع بعض، بس لحد دلوقتي معظم المكاتب اللي شغاله بره تمسك تحلل، تمسك تحلل البلاط على السيف او على الساب وتبتدي تعمل لاتر اناليسيز على الايتابس او كده، او ممكن تعمله على الساب. تمام؟ فبالتالي انا محتاج التولز، انا لازم اتعلم التولز الاول وبعد كده نبتدي نعرف موضوع ايه ازاي. يعني لازم يبقى عندي التول اللي اعمل فيها اناليسيس، اخرج من الاناليسيس ده اوتبوت بين المومنتس وشيل فورس وكلام من ده، ابتدي اصمم القطاعات بتاعتي وبعد كده ابتدي ادخل زلازل والكلام ده. تمام؟ طيب ازاي بقى ابتدي التول؟ طيب انت تتوقع من التولز اللي انت هتستخدمها دي تعمل لك ايه؟ يعني دلوقتي انا لما كان بيبقى عندي اي مساله استراكشر كان ايه الجيفنز اللي لازم تبقى عندك؟ ادي يا جماعه وليكن سامبل بيم اول حاجه محتاجها ايه؟ لود سماش. ثاني حاجه دايمنشنز. اوكي ايه تاني؟ Boundary conditions. ايه تاني؟ materials مش هجيب deformations. طيب هل الماتيريال يا جماعه هنا مهمه؟ لو انا بجيب البندنج مومنت، هل لما كان حد بيقول لك ارسم لي البندنج مومنت بتاع الكاميرا دي كنت بتقول له الكاميرا دي حديد ولا خرسانه؟ ليه؟ فاكرين في الاستفنس الماتيريالز مهمه في ايه؟ اللي هي الاي اي مهمه في ايه؟ مهمه في ان انا بجيب الديفورميشن. تمام؟ لكن مش مهمه وانا بجيب البندنج مومنت. معايا؟ مش مهمه وانا بجيب البندنج مومنت، لكن مهمه يعني لما انا حد يسالني على ديفورميشن يبقى انا محتاج ماتيريال. لو انا عندي كاميرا سنجل بيم الاسبان بتاعها 10 متر وعليها لود 2 كامبر متر رن، البندنج مومنت بتاعها سواء ستيل او خرسانه هي الاثنين واحد. تمام؟ لكن الديفورميشن بتاعها لو هي ستيل تدفع ان هي ايه؟ خرسانة. تمام؟ على حسب الماتيريال، لان ديفورميشن هتعتمد على الايه؟ على الستيفنس بتاعت الكاميرا. تمام؟ طيب هي دي الداتا اللي انا محتاجها، اللودز دايمنشنز الباوندري كونديشنز الماتيريال. يبقى انا اتوقع من الساب ان انا ادخل له كل الايه؟ كل الداتا دي. تمام؟ الساب فيه قائمه خطيره جدا. ايه القائمه دي بقى يا جماعه؟ كلنا نفتح برنامج الساب كده. اول حاجه اول ما بتفتح برنامج الساب بتقول له فايل نيو موديل. انت دلوقتي هتعمل موديل جديد، يبتدي يفتح لك الشاشه دي. تمام؟ كلنا نفتح البرنامج يا جماعه. حد يا جماعة مع عدني فلاش بتاع البرنامج؟ أول حاجة يا جماعة لما بنفتح الواجهة بتاعة برنامج الساب بنفتح قائمة فايل نيو موديل.
تيجي نركز مع بعض كده، اول حاجه بعملها في برنامج الساب هي قائمه فايل وبعمل نيو مارك. تمام، يعني باجي هنا تاني، بص ركز معايا، فايل نيو موديل، بتبتدي تفتح لي الايه؟ تفتح لي الشاشه دي. انا مش عايز من الشاشه دي غير اليونتس. بصوا يا جماعه، موضوع اليونتس ده مهم جدا. نبتدي واحده اليونتس بتاعتي، من اول رندر دلوقتي، النص بتتعامل مع الداتا فوق. تمام؟ يبقى انا عايز وانت بتحس بالنتيجه بالطن، الكيلونيات اللي ممكن انت ما تكونش حاسس فيها قوي. تمام؟ لان انا بقول لك ان انا عندي لود 10 طن، تبتدي ايه؟ تحس بيه اللي هو ايه 10000 كيلو جرام. تمام؟ فانا دايما بتعامل على وعلى حسب، يعني انا مثلا شغال في الشركه دلوقتي، بشتغل في مشروع بكود اليو بي سي مثلا، بشتغل بالكيلو نيوتن، بس انا ايه؟ حاسس باليونت بتاعتي ال 100 كيلو نيوتن هو 10 طن، فاهم ازاي؟ لكن احنا دلوقتي هنشتغل وحداتنا طول الكورس بالطن فورس. طن و100، تمام؟ اوكي؟ طيب، أول حاجة بعملها وقفي يا صوت. سطر؟ طيب، أول حاجة بعملها هو إن أنا بحدد الوحدات طن إيه؟ طن فورس ومتر والسي دي اللي هي بتاع درجة الحرارة في السليزيوس، أنا مش محتاجها دلوقتي. تمام؟ حد عنده مشاكل يا جماعة في الكلام ده؟ تمام. ببتدي أقوم أعمل إيه؟ أقول له مثلاً بصوا يا جماعة، وليكن أنا هحل معاكم الإكزامبل ده. شايفين ده؟ ده عبارة عن إيه؟ ده عبارة عن تراس. التراس ده ستاتيكالي ديترنت، تمام، عليه هنج من هنا ورولر من هنا، وعليه ديد لودز واللايف لودز ايه بالمنظر ده. اوكي، طيب اول حاجه بس انا عايز اعرفكم على الانترفيس بتاعه البرنامج. كده يا جماعه، انا بس عايز اعرفكم على الانترفيس قبل ما ابدا ايه، قبل ما ابدا الاكزامبل. تمام، اول حاجه بنعملها على برنامج الساب هو ان انا بعمل بحدد اليونتس بتاعتي، اشوف انا هشتغل على اليونت. تمام، على حسب انا متعود طن ومتر او كيلو نيوتن وملي متر، زي ايه؟ زي ما انا متعود. تمام، وبعد ما بعمل الخطوه دي ابتدي اعمل ديفاين. هعمل ديفاين ايه الحاجات دي؟ هعرف اول حاجه الماتيريال، انا هستخدم ماتيريال نوعها ايه. يبقى انا لو عندي ستيل وعندي خرسانه، يبقى اعرف الستيل واعرف الايه الخرسانه، اعرف الخرسانه بايه؟ بالاكس يو بتاعتها. تمام؟ اعرف الاكس يو واعرف اليانجس مودلس واعرف كل حاجه، تمام؟ كل حاجه بتاعتها، تمام؟ طيب الخطوه اللي بعد كده ان انا اعرف السكشن، انا عندي سكشن ايه؟ عندي بيم 25 في 70 وبيم 25 في 80 وعندي سلاب 25 في سلاب 26 سم، تمام؟
كل الديفينيشنز دي ابتدي اعرفها. يبقى انا عرفت ماتيريالز وعرفت ايه سيكشن، تمام. طيب الخطوه اللي بعد كده في التعريفات اعرف الايه اللودز، تمام. اللودز اعرف ان انا عندي ديت، عندي لايف، عندي سيزميك، عندي ويند، عندي اي نوع ايه، اي نوع من الاحمال. ابتدي ايه اعرفه للبرنامج، اقول له ان انا عندي النوع الفلاني من الاحمال، تمام. لكن انا لسه ما عملتش اساين الاحمال، بس ابتدي اعرف البرنامج انا عندي الاحمال الفلانيه، وابتدي احطها لما انا هقول لك احطها، تمام الكلام ده، تمام. بعد كده بعد ما بخلص وبرسم الاستراكشر بتاعي، ببتدي احط له باوندري كونديشن، احط هنج، احط رولر، احط بتاع، على حسب ايه، على حسب الاستاتيكال سيستم اللي انا ايه اللي انا حاطه، تمام الكلام ده. دي مرحله الايه، مرحله الديفاين، هي دي اهم مرحله في البرنامج اللي احنا بنشتغل فيه ده، انك تعرف الماتيريال كويس. لان انت لو مش معرف الماتيريال كويس فانت بتحل حاجه ثانيه، لو حاطط يعني الفولدر بتاع حديد وانت شغال خرسانه فانت بتحل مساله ثانيه وبتطلع نتائج بتاع استراكشر ثاني، تمام. السكشنز تتعرف كويس، الباوندري كونديشنز تتحط كويس، تمام. كل الكلام ده لازم تعمله، هنشوف الكلام ده مع بعض دلوقتي، تمام. طيب تعالوا نشوف مثلا، وليكن هناخد الاكزامبل ده، تمام. الاكزامبل ده يا جماعه تراس بالمنظر ده، عليه لايف لود. اللايف لود ده يا جماعه شايفين جاي لاترال، ده معناه ان في ايه كرين تراك جيردر او حاجه بالمنظر ده بتزق ايه في الدايركشن ده، تمام. قيمته 4 طن وعندي ديد لودز بالايه بالمنظر ده. ازاي ارسم الكلام دوت جوه الساب، تمام. في الساب حاجه اسمها جريدز. الجريدز دي يا جماعه عامل مساعد، تمام. الجريدز دي حاجه غير انشائيه، لاينز بتساعدك تقدر تسناب عليها. يعني ايه تسناب عليها؟ تقدر ترسم منها، تمام. يعني انت دلوقتي لما تخلي الشكل بتاعك على شكل ايه، مربعات ومثلثات، بحيث انك تقدر تنشا عليها وتبتدي ترسم عليها، فبتسهل لك الايه، بتسهل لك الدنيا، تمام. وليكن مثلا انا عندي المنظر ده، المنظر ده عباره عن كام باكيه، 1 2 3 4، بكام جريد. لو انا هعمل جريدز عشان ارسم منها، هعمل لاين كده ولاين كده ولاين كده ولاين كده ولاين كده، يبقوا 5، تمام. وده في اتجاه ايه، في اتجاه اكس، عمال اتقسم. طيب عشان بس تبقوا معانا كده، اقعدوا بسرعه، اقعدوا على اي جهاز. طيب انا بس في 5 دقايق كده هقول الدنيا ايه من الاول، تمام. عندي دلوقتي استراكشر معين عايز اعمل له ايه، عايز اعمل له اناليسيس، تمام. عشان اعمل اناليسيس يبقى محتاج ايه، محتاج تولز. التولز بتاعتنا دي هي ايه، هي البرامج اللي معانا، تمام. طيب يعني وهاخد اكزامبل على موضوع الاناليسيس دي، حاجه بسيطه نبتدي بيها النهارده، تراس مع بيم مع فريم مع ايه، حاجات كده بسيطه، وبعد كده هنخش في الايه، في الغامق، تمام. نبص على التراس ده من الاول. عندي تراس بالمنظر دوت، عليه شويه ديد لودز ولايف لودز، وعايز ارسمه جوه الايه، جوه الساب. ارسمه ازاي؟ هبتدي اختار الاوبشن اللي اسمه جريد اونلي ده، تمام. ابتدي ايه، ركز معايا ما تكتبش حاجه، ركز بس شوف انا هعمل ايه. هبتدي اشوف انا عايز اقسم الجريدز بتاعتي جوه الساب ازاي. عايز ايه؟ ريكورد شغال، تمام. هبتدي اشوف انا عندي الشكل بتاعي عامل ازاي، وايه الجريدز المناسبه لي اللي تسهل لي الشغل بتاعي. على فكره ممكن ابدا من غير جريدز، بس هيبقى الموضوع صعب جدا، تمام. هاجي هنا بص، هلاقي ان مثلا عندي المساله بتاعتي اللي هي التراس دي متقسمه 1 2 3 4 5، يبقى متقسمه لشويه لاينز في اتجاه ايه، في اتجاه اكس، وشويه لاينز في اتجاه ايه، لا ده مش واي بقى، ده اسمه زد. الواي ده اللي هو الناحيه الثانيه، تمام. هبتدي امسك الـ الشكل بتاعي ده، عنده 1 2 3 4 5 في اتجاه اكس و2 في اتجاه زد، تمام. يبقى اقول له ان انا عندي نمبر اوف جريد لاينز 5 في اتجاه اكس، والواي عندي 1 لان انا مش ما عنديش واي، تمام. ده اكس زد بروبلم، اوكي. عندي كام في اتجاه زد؟ 2، تمام. طيب الجريد سبيسنج في اتجاه اكس كام يا جماعه؟ 3. وفي اتجاه واي، اتجاه زد؟ 4. 3 و4. طيب حد هيقول لي واي، واي احط فيها كام؟ اي حاجه. ليه؟ لان اصلا ما فيش واي، تمام. فحطيت فيها 4، حطيت فيها 5، هو كده كده في الاول والاخر هو ايه، هو جريد واحد، تمام. مش جريد، لو 2 جريدز كان هتفرق، حطيته 5 حطيته 6 هيبتدي ايه، يبتدي يقسم. طيب اجي هنا اقول له اوكي،
هيبتدي ايه يبين لي المنظر اللي انا عامله ده. تمام؟ هنا هلاقيه مبين لي البلان دوت اسمه ايه؟ اكس واكس واي. هل انا شغال في الاكس واي؟ انا شغال في الايه؟ في الاكس زد. يبقى ادور على حاجه تخليني اشتغل في بلان ايه؟ اكس زد. بصوا كده يا جماعه على القائمه اللي فوق دي، هلاقي في حاجه اسمها 3 دي، والاقي في حاجه اسمها اكس واي، والاقي حاجه في حاجه اسمها اكس ايه؟ اكس زد. تمام؟ هبتدي اختار منهم انا اشتغل في ايه؟ في انهي بلان. يعني هنا يا جماعه انا لو قلت له خلي لي البلان ده اكس زد هيبتدي ايه؟ يبين لي الاكس زد. خلوه لي 3 دي هيبتدي يخلوا لك ايه؟ 3 دي. خلوه لي مثلا واي زد هيبتدي يخلوا لك واي زد. هو لو بص في الواي انا ما عنديش غير ايه؟ غير جريد واحد. تمام؟ انا شغال في الاكس زد. تمام؟ كده انا ظبطت الجريدز بتاعتي اللي ايه؟ اللي ابتدي منها. حلو الكلام ده، حد عنده مشاكل؟ طيب. نيجي بقى بعد ما ظبطت الجريدز وظبطت اليونتس ابتدي ابص على ايه؟ على الاربعه دول. هعمل لهم ايه؟ هعمل لهم ديفاين. تمام؟ طيب، أول حاجة هعمل لها ديفاين هي الماتيريال. طيب، أخش كده يا جماعة على قائمة ديفاين. شايفين اللي فوق دي؟ ديفاين ماتيريالز. هتفتح لي القائمة دي. هيبتدي يقول لي ايه؟ القائمة المشهورة في الساب. هيبتدي يقول لي هل أنت عايز تضيف ماتيريال جديدة؟ ولا عايز تضيف ماتيريال مش موجودة أصلاً في الساب وعايز تنبوت الماتيريال دي من فايل أنت عامله داونلود أو من كود أمريكي مثلاً أو من أي كود. تمام؟ أو أنت عندك ماتيريال قديمة وعايز تاخد كوبي منها وتبتدي تعدل فيها. تمام؟ طبعا انتوا نايمين الساعة 5 الصبح فكلكم جايين متأخر، صح؟ طب والله أنا نايم برضو 5 يعني. خير خير. تمام؟ بص لو حد وقع منه حاجة ممكن بعد ما نخلص نقعد مع بعض كده نلم لكم الدنيا. تمام؟ لأن أول مرة دي يا جماعة مهمة جدا. أول مرة دي المفروض ما كانش فيها حد يتأخر فيها. تمام؟ طيب، ابتدي نركز مع بعض كده يا جماعة. هعمل ديفاين للماتيريالز، هعمل لها ايه؟ هنا يا جماعة في الديفولت بتاع الساب حاطط لك اتنين ماتيريالز، ماتيريال اسمها 4000 بي اس اي، وماتيريال اسمها ايه؟ اسمها مش عارف اريا 99 2 اف يلد ب 50، ماتيريال خرسانة وماتيريال حديد. أنا لا عايز دي ولا عايز دي، أنا هبتدي أعمل ديفاين لإيه؟ لماتيريال جديدة. هقوم أعمل ايه؟ آخد كوبي من الماتيريال الخرسانة واقول له اد كوبي اوف ماتيريال. شايفين؟ يقول لك اد نيو ماتيريال. لما اقول لك اد نيو ماتيريال انت بتبتدي ايه؟ تحددها. تقول له انا عايز ماتيريال الريجن بتاعتي في اليونايتد ستيتس نوعها كذا، الستاندرد بتاعها باخده من كذا، والجريد بتاعها كذا. تمام؟ لا انا مش هعمل الكلام ده. انا هقول له انا عايز اخد كوبي من الماتيريال دي وابتدي اسميها واغير في البارامترز بتاعتها براحتي. طيب انا دلوقتي عايز اعرف ماتيريال خرسانه. تمام؟ وليكن الخرسانه بتاعتي مقاومتها 30 نيوتن على ملي متر سكوير، اللي هي كام يا جماعه؟ اللي هي 300 كيلو جرام على سنتيمتر سكوير. تمام؟ هقول له مثلا ان الماتيريال يا جماعه لما باجي اعرفها بقول له انها اسمها كونكريت مثلا، ده اسم ده نيم. تمام؟ انت ممكن تكتب اي اسم بس اهم حاجه المعلومات اللي جوه تبقى ايه؟ تبقى مظبوطه. تمام؟ هاجي اقول له ان انا عندي هنا كونكريت 30 نيوتن على الملي متر سكوير. تمام؟ الويت بير يونت فوليوم كام يا جماعه بتاع الخرسانه؟ 2.5 طن على المتر كيوب. اوكي؟ طيب المودلس المودلس اوف الاستيستي بتاع الخرسانه كام يا جماعه؟ المودلس اوف الاستيستي بتاع الخرسانه 4400 جاز اكس يو. تمام؟ و 4400 دي بالايه؟ بالنيوتن. تمام؟ يبقى ابتدي افتح فايل الاكسل شيت بتاعي ده مثلا واحسبها. لو انا عايز احسبها عندي خرسانه يا جماعه 30 4400 في 30 تو ذا باور 0.5 بقول له انتر هيبتدي ايه؟ يديني الرقم ده. الرقم ده يا جماعه بالايه؟ بالنيوتن على المليمتر ايه؟ سكوير. احوله طن على المتر سكوير يبقى هعمل ايه؟ هضربه في كام؟ النيوتن عشان احولها لطن هضربها في 10 سالب 4. تمام؟ والمليمتر سكوير عشان احوله متر سكوير هضربه في كام؟ في 10 سالب 6. 10 سالب 4 على 10 سالب 6 يبقى ايه؟ يبقى 100. تمام؟ يبقى هضرب الرقم ده في كام يا جماعه؟ حد مش متابع معايا يا جماعه؟ تمام؟ يبقى هيطلع لي الرقم ده، يعني كام؟ 2 4 ولما اجي اقربه هيبقى 2 4 1 4 اصفار. تمام؟ ده اليونجست مودلز بتاع ايه؟ بتاع الخرسانه بتاعتي اللي هي 30 نيوتن على ملي متر سكوير، احفظ الرقم ده. تمام؟ انت عارف ان اليونجست مودلز بتاع الخرسانه 4400 جذر اكس يو لو انا شغال نيوتن على ملي متر سكوير، او 4000 ولا كام 40000 تقريبا جذر اكس يو لو انا ايه؟ لو انا هشتغلها كيلو جرام.
تمام. الكود الامريكي يا جماعه بيبقى 4700 مش 4400، بس خلينا احنا ايه دلوقتي ايه كود مصر. طيب اهم حاجه بقى في الماتيريال يونجز مودلز بتاعتها دي، مش مهم الاسترنس بتاعها. طيب حد يقول لي يا جماعه انا محتاج الاسترنس بتاع الماتيريال دي فين؟ امتى ببتدي افكر في الاسترنس بتاع الماتيريال؟ ايه؟ لا 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 مش انفورميشن، ديزاين. الديفورميشن انا محتاج الايه؟ الايه اللي هي بتعتمد على اتش يو، بس انا محتاج الاتش يو دايركت في الايه؟ في الديزاين. طول ما انا شغال اناليسز يبقى انا محتاج ايه؟ ماس وستيفنس. ماس والستيفنس دول بيعتمدوا على ايه؟ يونجز مودلز اللي هي ايه؟ الايه والانرشيا. تمام؟ وهم دول في الاخر بيعملوا لي ايه؟ يعملوا لي ستيفنس، والماس بيعمل لي ايه؟ يعمل لي ويت. تمام؟ طول ما انا في مرحله الايه؟ الاناليسز، يبقى انا عايز اطلع بين مومنتس وعايز اطلع سترينج اكشن، يبقى انا مهتم بالماس والستيفنس. عايز اعمل ديزاين يبقى انا مهتم بالايه؟ بالستريس بتاع الماتيريال. تمام معايا في الكلام ده يا جماعه؟ حد مش فاهم؟ لازم تكون فاهم الكلام ده كويس. محتاج الاسترنس لما انا اعمل ديزاين. ليه؟ انا دلوقتي عندي سيستم معين عليه سترينج اكشنز معينه، هبتدي استخدم ماتيريال استرنس معين عشان تقاوم الايه؟ السترينج اكشن. لو الاسترنس دي اقل من السترينج اكشن يبقى انا السيستم بتاعي ايه؟ انسيف. تمام؟ اوكي. طيب اجي هنا مثلا وليكن هقول له ان الماتيريال بتاعتي 3000، انا بدخلها هنا يا جماعه، يبقى انا بدخل سترينث للسايب لو انا هعمل بيه ايه؟ انا هعمل بيه ديزاين. بس نتيجه ان السايب ما فيهوش ديزاين بالكود المصري، فانا مش هحتاج اعمل بيه ديزاين. لكن انا مثلا شغال بكود اليو بي سي، انا ادخل له السترينث بتاع الماتيريالز وادخل له كل حاجه از اتس وابتدي اعمل ديزاين بيه. هو بيعمل كود ديزاين باليو بي سي والاي بي سي والاي سي اي وكل الاكواد الايه؟ وكل الاكواد بتاعت بره. بس عشان احنا في مصر الكود المصري لسه ما بقاش على الداتا بيز بتاعه البرامج دي، فبالتالي انا هاخد اكستراكت النتائج بتاعه الاناليسز دي واعمل بيها ايه؟ واعمل لها اكسل شيتس ابتدي اعمل بيها ديزاين. تمام؟ حد عنده مشاكل؟ اوكي. طيب خلصت انا موضوع الماتيريال بتاع الايه؟ بتاع الخرسانه اللي هي اسمها كونكريت 30 نيوتن على الملي متر سكوير. طب هل انا محتاج اعرف الحديد؟ امتى اعرف الحديد يا جماعه؟ لا ما هو ما بيطلعش ديتيلنج قوي لما اكون عايز اعمل بيه ديزاين برضه. تمام؟ طيب هل شويه الحديد اللي موجودين جوه القطاع الخرساني هياثروا لي على الاستيفنس بتاعته قوي؟ لا طبعا، الاستيفنس بتاع القطاع الخرساني ناتجه عنه هو اللي هو البي والتي، لكن شويه الحديد دول اللي انا لو حولتهم لخرسانه مش هياثروا لي قوي ايه؟ في الاستيفنس بتاعتي. يبقى انا اقدر ادخل الحديد مظبوط كماتيريال وكتسليح لو انا هعمل بالبرنامج ده ايه؟ ديزاين. يبقى انا هعمل بيه برنامج ديزاين يبقى اديله الكاميرا بالتسليح اللي فيها وابتدي ايه؟ يتشيك عليه. تمام الكلام ده؟ اوكي؟ يبقى انا هبتدي اعرف الحديد لو انا هعمل بيه ديزاين، وليكن انا هعمل دلوقتي هعمل موديل خرسانه. اوكي؟ انا ممكن اعمل التراس ده ستيل يا جماعه. طبعا لو انا عندي منشا ستيل يبقى الدوميننت بتاعي ايه؟ يبقى لازم اعرف الحديد. تمام؟ لو بعمل منشا خرسانه يبقى انا اعرف ايه؟ خرسانه. تمام؟ انا بتكلم على التسليح. تمام؟ ممكن ادخل اف ييلد وممكن ما ادخلهاش. تمام؟ ممكن ادخل له الريبر وممكن ما ادخلوش اللي هو التسليح يعني. تمام؟ لو انت هعرف حديد عادي هبتدي تقول له في اف ييلد. بص انا عندي الماتيريال بتاعت الحديد اهو، اقول له موديفاي، هبتدي اخش اقول له بص جايب لي ايه؟ جايب لي الوزن بتاعها 7.84، جايب لي اليونجست مودلز بتاعها، جايب لي بص بيقول لي ايه الييلد بتاعها بقد ايه؟ والمينيمم تنسايل ستريس بتاعها بقد ايه؟ والافكتيف مش عارف ايه والافكت، فاهم ازاي؟ بيبتدي ياخد الاف ييلد وبياخد الاف التيميت. يعني انا عندي حديد 360 على 520، يعني الاف ييلد بتاعته بكام؟ 360، والاف ييلد بتاعته بكام؟ 520، عندي 400 على 600. تمام؟ ابتدي اديله الاف ييلد وهو يبتدي ايه؟ يبتدي يتعامل. اوكي؟ طيب سيبنا ضربنا 4400 بجهاز الاف سي يو. تمام؟ دي حاجات بتاعت ماتيريال. طب خلاص عرفنا الماتيريال، ابتدي اعرف ايه؟ وليكن انا هعمل تراس خرسانه الكروس سكشن بتاعه 25 في 70، هاجي بعد كده اقول له اعمل لي ديفاين لسكشن نوعه فريم سكشن. طيب تعالوا نتكلم في نقطه مهمه جدا، ركز بقى معايا لان دي بقى الاساسيات بتاعت برنامج الساب. الساب ده يا جماعه ما فيهوش دلوقتي، انا لو عايز احل كاميرا او غلطة او اي نظام انشائي عندي، محتاج اعمل سيكونس للحل ده. طيب دلوقتي يا جماعه انا لو عندي حاجه بالمنظر ده،
وعايز احل النظام الانشائي ده. الساب عايزين نخش جواه ونعرف هو بيعمل ايه. تمام؟ الساب ده يا جماعه برنامج بيحل بطريقه اسمها الفاينايت اليمنت. تمام؟ ايه طريقه الفاينايت اليمنت ده؟ بيبتدي يعرف انواع من الاليمنتس. ايه هي انواع الاليمنتس الموجوده جوه الساب؟ ما فيهوش غير نوعين والباقي مشتقات منه. اول نوع من الاليمنتس الموجوده جوه الساب اللي هو الفريم اليمنت. تاني نوع موجود جوه الساب اللي هو حاجه اسمها الشيل اليمنت. طيب يعني ايه فريم اليمنت؟ انسى حاجه اسمها فريمز اللي خدتها في ثالثه ماده. فريم اليمنت هو اي عنصر يقبل الشد والضغط والعزوم الانحناء وعزوم الاحتواء وقوى القصر والكلام ده. بيبقى عليه كل حاجه، ده اسمه بيبقى اسمه ايه؟ فريم اليمنت. مش معنى فريم اليمنت يبقى هو ايه؟ يبقى هو فريم، يبقى هو تيجي تقول انت ايه؟ مفكر في حاجه اسمها كده. لا، البيم دي عنده اسمها فريم اليمنت. والكولوم ده عنده اسمه فريم اليمنت. تمام؟ اي عنصر خطي بيبقى اسمه جوه الساب ايه؟ فريم اليمنت. الفريم اليمنت ده جوه البرنامج ليه معادله. بيبتدي يحل ديفرنشال ايكويشنز ويحل فاينايت اليمنت ايكويشنز ويجيب الستريسز والسترينز اللي على الاليمنت دوت ويبتدي يجيب من الستريسز والسترينز دي الستريننج اكشن. تمام؟ انتوا عارفين السايكل بتاعتنا، اول حاجه العنصر الانشائي بيبقى عليه شويه لودز. وبعد ما بيجي عليه اللودز يبتدي يحصل فيه شويه ايه؟ ديفورميشن. بعد الديفورميشن يبتدي يتولد ستريسز وايه؟ سترينز. الستريسز والسترينز دي تبتدي تعمل ايه؟ سترينج اكشنز اللي هي مومنتس وشير ونورمال وكلام من ده. تمام؟ معايا في الكلام ده؟ هو العنصر الانشائي اللي هو اللاين اليمنت اللي هو الفريم اليمنت ده بيحصل عليه كل الكلام ده. جوه البرنامج عارف ان ده فريم اليمنت، عارف ان دي بدايه ودي نهايه، بيبتدي يحسب عند نهايته في ايه وعند بدايته في ايه ويبتدي يقرب ان بتوين. تمام؟ نفس الكلام الشيل اليمنت، الشيل اليمنت ده اللي هو الايه؟ العناصر المسطحه اللي هي زي ايه؟ البلاطات. هي عنده ايه؟ عنده اسمها شيل اليمنت. بينبسط منها نوعين، نوع اسمه ممبرين اليمنت ونوع اسمه بلين اليمنت، بس هما الاثنين ايه؟ هما الاثنين شيل. هبتدي افرق لكم ما بينهم دلوقتي. تمام؟ عرفنا النوعين اللي موجودين جوه الايه؟ جوه الساب. ما عرفتوش؟ ليه؟ فهمتش. طيب تمام، انا دلوقتي لو عندي مبنى، المبنى ده عباره عن ايه؟ عناصر خطيه وعناصر ايه؟ مسطحه. العناصر الخطيه دي بيمثلها بحاجه اسمها فريم اليمنت اللي هي ايه؟ اللي هي البيمز والكورنز. العناصر المسطحه دي بيمثلها بحاجه اسمها ايه؟ شيل اليمنت. تمام؟ وليكن ده الفريم اليمنت بتاعي اللي هو البي دي، جه عليه شويه لودز. هو جوه البرنامج عارف الاليمنت ده ان دي معادله فانكشن في اللودز اللي عليه، بيبتدي يحسب لها شويه سترينز على حسب الباوندري كونديشنز اللي موجوده هنا وشويه ستريسز، ويبتدي يقدر يجيب الستريننج اكشن اللي هي البيندنج مومنت او الشير فورس او اي حاجه جواه. نفس الكلام في الشيل اليمنت، وكل الكلام ده بالايه؟ بالستاتنس. يعني يبتدي يحرك دي نقطه، عارف الستاتنس بتاعت الكاميرا. تمام؟ وعارف الستاتنس بتاعت الكاميرا من خلال اللودز والحاجات اللي احنا كنا بنعملها في ثالثه ماده دي، هو بيبتدي يحل ويجيب ايه؟ ستريننج اكشن. تمام؟ يعني بمعنى ادق، فاكرين انتوا يا جماعه ثانيه في ثالثه مدني كنا بنعمل ايه؟ كان يبقى عندي لاين كده في البلين. تمام؟ يبقى عنده كام ديجري اوف فريدم؟ 6 3 و3. تمام؟ طيب بس هو دلوقتي ايه في البلين؟ صح؟ طب في الفراغ بقى يبقى عنده كام؟ عنده 12 6 و6، 3 ترانسليشن و3 روتيشن و3 ترانسليشن. هو بيبتدي اول ما انت ما بترسم له لاين جوه يبتدي ديفلوب الاستفنس ماتريكس بتاعته. قوم انت عندك حاجه بالمنظر ده. اول ما انت ما تقوم راسم له لاين جوه كده، لو انت جيت طلعت فايل تكست من الساب يبتدي يقوم مطلع لك الاستفنس ماتريكس بتاعه، يبتدي يرقم الاليمنت ويرقم النودز ويبتدي يطلع الاستفنس ماتريكس بتاع الاليمنت ده. طب رسمت 10 يبتدي يطلع الاستفنس ماتريكس بتاع كله، بيعمل الاستفنس ماتريكس بتاع كل اليمنت اللي هي اللوكال، ويبتدي يكون الايه؟ يكون الجلوبال من الاستراكشر كايه؟ ككل. وبعدين يبتدي ايه؟ يبتدي يحل. تمام؟ الفاينايت اليمنت لا، دي طريقه حل. الفاينايت اليمنت دي طريقه حل. الاستفنس يعني بص هقول لك حاجه، يعني ما تقدرش تفصل الاستفنس عن الفاينايت اليمنت. دي بتعمل حاجه ودي بتعمل حاجه. الفاينايت اليمنت دي يا جماعه بيبقى عندي ايكويشنز طويله جدا، ديفرنشال ايكويشنز طويله جدا. بيبتدي يستخدم ميثود اسمها الفاينايت اليمنت لحل هذه الايكويشنز اللي هي جايب الايه؟ جايب الاستفنس، جاي مش عارف بايه، جاي باي طريقه انت عايزها. في هل الفاينايت اليمنت دي يا جماعه الطريقه الوحيده؟ لا، في طريقه اسمها الباوندري اليمنتس. تمام؟ في طريقه اسمها الابلايد اليمنتس.
في طرق كتيره جدا لحل المعادلات التفاضليه. يبقى اذا قناه ايرون دي طريقه ايه؟ طريقه حل للمعادلات التفاضليه اللي ايه؟ اللي البرامج دي بتكونها. تمام؟ برامج الساب والكلام دوت بتحل بطريقه قناه ايرون. في طرق ثانيه اسمها الباوند ايلمنتس والابلايد ايلمنتس وطرق ثانيه كتيره جدا. تمام؟ طيب زي ما قلت لك يبتدي يولد الاستاتس ماتريكس بتاعي دي وبعدين يبتدي ايه؟ يبتدي يحل. اوكي؟ طيب طب افرض انا عندي شيل، يعني ايه الشيل؟ يعني عنصر مصفح حاجه بالمنظر ده، تخيلوا دي ليها كام درجه حريه؟ 6 و6 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 يعني 4 في 6 ب 24. تمام؟ يبتدي يشوف الاستاتس بتاعتها ويبتدي يحلها بطريقه الفاينايت اليمنت. تمام؟ اوكي اوكي الكلام ده؟ في اي مشاكل فيه؟ عرفنا ان في نوعين، طب هل النوعين دول اللي بيقف عندهم العلم؟ لا طبعا. في برامج ثانيه عندها انواع، يعني كل شويه عمال بيطلع اليمنتس، يعني انا دلوقتي شغال في الماستر بتاعي قاعد ممكن احل في كاميرا اقعد في كاميرا يوم. ليه؟ لانها مش لا لاين اليمنت ولا شيل اليمنت، ده هي فوليوم. تمام؟ حاجه 3 دي. تمام؟ اليمنت 8 نود، اليمنت 10 نود، اليمنت 12 نود. تمام؟ كل ما النودز عماله بتزيد كل ما دقه التمثيل بتاعتك بتزيد. تمام؟ يعني يا جماعه لو انا، طب واحد يجي يقول لي يا باشمهندس هو انا يعني مش هقدر امثل البيم غير بلاين؟ لا هقدر امثلها بشيل. اقدر اقول له ان الشيل دي السمك بتاعها كام؟ 25 سم وارتفاعها كام؟ وارتفاعها 12. تمام؟ وابتدي اطلع عليها القيم بتاعتي بتبقى ادق من الايه؟ من اللاين اليمنت. انك بتحسب ستريس وبتحسب بتعرف كل نقطه عندها ستريس قد ايه. اه لاين او فريم. طب افرض هو بقى 3 دي بقى اليمنت فوليوم اليمنت اقدر اطلع عليه كراكس لانه بقى فوليوم. يعني لو بقى فوليوم كده حاجه بالمنظر ده، ده يا جماعه موجود في برامج ادفانسد شويه زي الانسز والكلام بتاع الريسيرش ده. تمام؟ لو انا مثلت الكاميرا بتاعتي فوليوم اليمنت يبقى هو عارف كل نقطه عندها ستريس قد ايه، وبالتالي يقدر يحسب كل نقطة النقطة دي فتحت قد إيه، ويبقى عنده باترن للكراك ويعمل وكلام ادفانسد كتير جدا. تمام؟ بس خلينا احنا في الإيه؟ في الحاجات اللي تسهل لنا الشغل اللي هو الإيه؟ اللاين والشيل، نخلصهم الأول وبعد كده نبقى نعرف إيه الحاجات التانية. وعلى كده الأحسن في الثواني يبقى الشيل أحسن من الفريم. تمام؟ بس أنت لو عملت كل حاجة شيل مش هتعرف تحل المبنى بتاعك، المبنى بتاعك هيبقى تقيل جدا، وهيبقى صعب في المودرنج بتاعه. تمام؟ إنك ترسم لاين أسهل ولا إنك ترسم شيل 2 دي؟ لاين طبعا. تمام؟ واللاين بيطلع لك نتائج مقبوله وتقدر تقبلها ودقيقه بالنسبه للاكيورسي اللي انت عايزها. تمام؟ لكن احنا كناس ريسيرشرز بنبتدي يعني الفتفوته، يقول لك ان الكاميرا دي اتكسرت عند حمل 87 نيوتن بوينت 888. تمام؟ احنا بنهتم بالكلام ده، لكن احنا كناس ديزاينر بنسمح باكيورسي 5% مثلا. تمام؟ يعني ايه الديفرنس؟ ده اليمنت وده اليمنت تاني، ده بيبقى له حسابات وده حسابات تانية خالص. اكيورسي في ايه بالظبط؟ هقول لك تعمل ايه؟ ابتدي اعمل الفريم اليمنت بتاعك، ابتدي اعمل كاميرا سامبل بيم وكاميرا بشيل وطلع النتائج هنا وطلع النتائج هنا وشوف تديك كام. تمام؟ انا كنت بعمل الكلام ده في الايه؟ في المشروع. تمام؟ طيب خلاص فهمنا يا جماعه انواع الاليمنتس الموجوده جوه. طيب الساب بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انا ممكن اقسم الشيل اليمنت دوت لنوعين. نوع اسمه بليت ونوع اسمه ممبرين. ايه البليت ده يا جماعه؟ البليت دوت اللي هو البلاطه، البلاطه بتاعتنا دي اللي هي عليها ايه؟ لو انا عندي حد معاه ورقه يا جماعه؟ حد يقطع لي ورقه كده؟ تمام؟ ادي البلاطه بتاعتنا هنا. البلاطه دي يا جماعه بتتني ازاي؟ بتتني كده، بتتني كده، تمام؟ وعليها لودز ايه؟ لودز في الدايركشن ده. يبقى عندها ايه؟ عندها ديجريز اوف فريدم كده وديجريز اوف فريدم كده وديجريز اوف فريدم ايه؟ كده. تمام؟ اوكي؟ طيب ده اسمه بليت، فبالتالي الاستفنس ماتريكس بتاعته بتبقى ريديوزد عن الشيل. تمام؟ لان انا ايه؟ لان انا عارف ان مش جاي له احمال ايه؟ يعني البلاطه دي انا عارف انها مش جاي لها نورمال فورس، انا ما بحللهاش في الضغط. او الضغط انا مش مهتم بيه، فبالتالي ايه؟ اللي هي الديجريز اوف فريدم اللي في الدايركشن دي ببتدي ايه؟ اهملها، وبالتالي ببتدي اقلل الايه؟ الاستفنس ماتريكس بتاعتي، وبالتالي الحل يبقى ايه؟ يبقى اصلا. طب الممبرين اللي هي ايه؟ اللي هي زي الحاجات القشريه زي القباب وكده، بيبقى عليها ايه؟ بلاطه بيبقى عليها نورمال فورس. تمام؟ وبيبقى عليها مومنتس كده ومومنتس ثانيه. تمام؟ فببتدي اقلل الديجريز اوف فريدم بتاعتها، فبتبتدي تبقى اسهل في الايه؟ في الحل. بس انا مش هوجع دماغي، انا هستخدم الشيل اليمنت اللي هو الايه؟ اللي هو الحاله العامه دي. لا اقعد افكر هو بليت ولا ممبرين ولا الكلام ده، هبتدي استخدم الايه؟ الشيل.
تمام؟ فاهمين الكلام ده؟ حد عنده مشاكل؟ انسى بقى كل الكلام اللي انا قلته، عندي حاجه اسمها فريم اليمنت وعندي حاجه اسمها شيل اليمنت، تمام؟ انسى اي حاجه ثانيه ايه انا قلتها. دلوقتي المساله بتاعتنا ترس، يبقى هي ما فيهاش غير نوع واحد من الاليمنت اللي هو الايه؟ الفريم اليمنت. يبقى انا دلوقتي هعمل ديفاين لايه؟ لفريم اليمنت. تعالى نخش جوه الفريم اليمنت ده نشوف جواه ايه. ديفاين سيكشن بروبرتيز نوعه فريم سيكشن، تمام؟ هقول له اد نيو بروبرتي. اول ما افتح اد نيو بروبرتي دي هيبتدي يقول لي ايه؟ يقول لي الفريم اليمنت بتاعك ده هل انت عايزه ستيل ولا خرسانه؟ هاجي هنا اقول له ان انا عايزه ايه؟ عايزه كونكريت ريكتانجلر. هلاقي ريكتانجلر وسيركلر واي شيد والاقي ايه كذا حاجه. لا انا هقول له انا عايزه ريكتانجلر. طالما انا فتحت ريكتانجلر سيكشن يبقى هيطلب مني ايه؟ الدايمنشنز بتاعته اللي هي الايه؟ البي والدي. هسمي السيكشن دوت وليكن باسم الدايمنشنز بتاعته، هقول له ان هو بيم بيم 25 في 70 مثلا سنتي. بصوا بقى يا جماعه، هقول له ان الدبس بتاع البيم دوت ايه؟ كام؟ 0.7. والويتس بتاعه كام؟ 0.25. واقول له اوكي. بصوا يا جماعه، لو انا قلت اوكي هيحطه على انهي ماتيريال؟ اللي هي ال 4000 دي اس اي، مش اللي انا معرفها. يبقى وانا بعرف القطاع بتاع الفريم سيكشن او اي قطاع ابتدي اقول له النوع بتاع الماتيريال بتاعه اللي انا لسه معرفه الكونكريت 30 نيوتن على المليمتر سكوير، تمام الكلام ده؟ واقول له اوكي. طيب خلاص كده يبقى انا عرفت ايه؟ عرفت ماتيريال وعرفت سيكشن. فاضل ان انا ايه؟ فاضل ان انا ارسم الموديل بتاعي. اللقطه اللي فاتت، اوكي؟ اللقطه من الاول خالص. اول حاجه عملت ديفاين ماتيريال واقول له اد نيو ماتيريال او اقول له اد كوبي من الماتيريال لو انا همسك ماتيريال قديمه واعدل فيها وابتدي ادخل اسمها ونوعها ووزنها واليانجست مودلز بتاعها، تمام؟ زي ايه؟ زي ما انا ما عملت في الكونكريت. معايا ولا ايه؟ لو انا جيت عملت لها موديفاي قلت له ان نوع اسمها كذا، الوزن بتاعها كذا، اليانجست مودلز بتاعها كذا، الاف سي يو بتاعتها كذا، تمام؟ واقول له ايه؟ واقول له اوكي. يبقى انا كده عرفت ايه؟ عرفت ماتيريال. سيكشن نفس الكلام، من قائمه ديفاين هقول له ديفاين سيكشن فريم سيكشن واقول له اد نيو بروبرتي، تمام؟ واختار نوع الماتيريال لو انا عندي ستيل او لو انا عندي السيكشن بتاعي ستيل او خرسانه، لان هو عنده قطاعات افتراضيه للستيل والخرسانه، ابتدي ابدا منها، تمام؟ هقول له لا انا عندي القطاع بتاعي خرسانه وهو ريكتانجلر او سيركلر او بايب او تيوب او زي ما انت عايز، وليكن انا هقول له سيركلر وان هو سي وليكن 500 مللي، تمام؟ يبقى هديله هنا مثلا ان هو 0.5 واقول له ايه؟ واقول له نوع الماتيريال ما انساش يا جماعه، اقول له كونكريت 30 واقول له اوكي، تمام؟ هبتدي الاقي الايه؟ هلاقي السكشن بتاعي بعرف. حد عنده مشاكل؟ تمام؟ بص اهو اد نيو بروبرتي، ببتدي اختار من هنا، انزل السهم اللي هنا دوت واقول له هل هو ستيل او كونكريت زي ما انا عايز، وابتدي ادوس بقى على اي واحد فيهم. اقول له لو ريكتانجلر هيبتدي يفتح لي الايه؟ الويندو بتاعت ريكتانجلر. لو سيركلر يبتدي يفتح لي الويندو بتاعت سيركل، تمام؟ طب افرض انا عايز ماتيريال ستيل، اقول له اد نيو بروبرتي واقول له ان هو ستيل واقول له ان هو يبتدي يقول لي ايه؟ دخل السيكنس بتاع الويب ودخل السيكنس بتاع الفلانج اللي فوق والفلانج اللي تحت، وياخد كل الايه؟ كل السيكنس، تمام؟ طيب خلاص كده انا عرفت الماتيريال وعرفت السكشن، مش فاضل غير ان انا ايه؟ ارسم المساله بتاعتي. طيب تعالى وليكن، بصوا يا جماعه لو انا عايز ارسم يبقى في قايمه اسمها ايه؟ درو. اقول له درو ارسم لي درو فريم او كيبل او تندن، انا عايز ارسم فريم، تمام؟ يبقى اخش على القايمه بتاعت ايه؟ بتاعت درو فريم. لو انا عايز ارسم شيل يبقى ايه؟ يبقى درو بولي اريا او درو ريكتانجلر اريا او اي حاجه اريا، تمام؟ او ممكن من بره هنا هلاقي القايمه بتاعتي بره هنا، اقوم اعلم على درو فريم. بصوا يا جماعه، امسك القايمه دي هيبتدي يظهر لي البوكس ده. البوكس ده بيقول لي ان انت عندك لاين اوبجكت السكشن بتاعه كذا. طب افرض انا عايز استخدم سكشن ثاني، يبقى انا هكون معرف كذا سكشن واختار ايه ما بينهم، تمام؟ اللي انا عرفتها لو انا عندي 10 سكاشن هلاقيها ايه؟ فتحت 10 سكاشن، تمام؟ اوكي؟ تمام. ابتدي بقى ارسم. بصوا يا جماعه، فايده الجريدز اللي انا عاملها ايه؟ ان انا اقدر اسناب عليها. يعني ايه اسناب؟ الاسناب ده عامل زي المغناطيس، يبتدي يمسك
في اي نقطه على الجريد تمام، وبتحكم في السناب ده من الاوبشن ده. هنا يا جماعه يقول لي ان انا اقدر اعمل سناب على نقط على الجريد، هنا نقط على اللاينز، هنا الانترسكشنز، البربنديكولر، الكلام ده تمام. ابتدي اتحكم في السناب، ممكن اشغلهم كلهم، اطفيهم كلهم، اشغل واحده اسيب واحده. حد مش فاهم يعني ايه سناب؟ سناب ده يا جماعه زي ما قلت لك فوق تمام، مهم في الرسم. طب هقول لك حاجه، انا مش هشغل السناب دلوقتي، هقفله كده. شوف انا اقدر ارسم، هتلاقيني برسم مش دقيق، مش ماسك النقطه، انا مش عارف هو على النقطه ولا لا تمام. شوف بقى لما اجي اعمل سناب، اشغل السناب هنا، بص هتلاقيه ماسك النقطه ايه بالظبط تمام. هاجي كده وليكن انا هرسم فريم اليمنت نوعه بيم 25 في 70. بصوا يا جماعه دي الرسمه بتاعتي، حاجه بالمنظر ده، ده شكل التراس بتاعي. تمام. في اوبشن تاني يا جماعه اسمه كويك درو فريم. ايه كويك درو فريم ده يا جماعه؟ بيعمل ايه؟ بيمسك الفريم بتاعك ده يرسمه بسرعه. يعني ايه يرسمه بسرعه؟ يعني ما اقدرش ما ارسموش بنقطتين، ارسمه بوان كليك. ازاي؟ يعني انا كده لو عملت له قلت له كويك درو فريم وعلمت عليها كده، هيبتدي يشوف انت عندك جريدز ايه، ولو انت دوست على اي لاين على الجريد يبتدي يحط عليه فريم اليمنت. يعني بص ركز معايا كده، انا عامل كويك، لو انا دوست على ده هيبتدي يحط عنده ايه؟ فريم اليمنت. دوست على ده يبتدي يحط عنده ايه؟ فريم اليمنت. تمام؟ ده شكل الرسمه بتاعتها. تمام؟ طيب دلوقتي يا جماعه قلت لكم ان بص تمام، بص كده ركز معايا، ببتدي اكليك ليفت كليك على النقطة اللي أنا عايز أرسم عندها الفريم إيليمنت كده، والسناب باوز دي لا لا أنا عاملها عادية. يعني بص بقى أجي أعلم على النقطة دي، أمسك هنا تمام، خلاص 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 تمام. هاجي هنا امسك ليفت كليك على النقطه، واجي انا مثلا عايز ايه؟ عايز اخلي اللاين بادئ من النقطه، يبقى ايه؟ بالليفت كليك من النقطه للنقطه تمام؟ اهو حاجه بالمنظر ده. طب افرض انا عايز اطلع من الامر ده اعمل ايه؟ اعمل رايت كليك. يعني عايز اطلع من الامر ده اعمل رايت كليك كده. عايز ابتدي واحد جديد ابتدي اكليك كده. عايز اطلع اعمل كده بالرايت كليك تمام؟ الموضوع ايه؟ بسيط جدا. ايه؟ زي الكات. بصوا يا جماعه عايز اقول لكم حاجه، كنترول زد يا جماعه ببتدي ارجع لو انا عامل حاجه غلط. وانس يا جماعه ان انا برسم حاجه جوه بيبتدي ده انترفيس، ده شكل قدامك، لكن جوه بيبتدي يعمل ايه؟ حاجات. ده يا جماعه زمان البرنامج ده يا جماعه عشان كنت تدخل له اي اليمنت كنت بتدخل له تكست فايل، يعني تبتدي تكتب تكست ان انا عندي فريم اليمنت البروبرتيز بتاعته كذا، والكوردينتس بتاعته بادئ من النقطه كذا للنقطه كذا، والماتيريال بتاعته كذا، والاكس يو بتاعته كذا، والكلام دوت، وابتدي ادخله تكست. دخله تكست يبقى هو فاهم جواه ايه؟ ان في اليمنت كذا. هنا موضوع بقى التكنولوجي والكلام دوت ابتدى يتطور، ان هو يعمل لك انترفيس. وانس انك بترسم اللاين ده بادئ من النقطه ومنتهي عند نقطه، بيبتدي هو يديفلوب جواه الايه؟ التكست ده. اقدر اخرج التكست ده بره على شكل تكست فايل او اكسل فايل، واقدر العب فيه كمان، واقدر يعني اعمل له اكسبورت والعب فيه واعمل له امبورت تاني تمام. فاهمين الكلام ده؟ انا عايزك بس تبقى واضح والعمليه ايه في مخيلتك تمام. ده انترفيس، لكن جوه بيعمل حاجات تانيه كتير. طيب انا رسمت الرسمه بتاعتي دلوقتي تمام، ناقص فيها ايه؟ ناقص فيها الباوندري كونديشن. تعال نشوف ازاي نرسم باوندري كونديشنز مع بعض. هاجي اعلم على النقطه دي. بصوا يا جماعه شايفين البوكس ده؟ عندنا نوعين من البوكسز، نوعين من السلكشن. بصوا ركز معايا، عايزك تركز معايا في النقطه اللي جايه دي. لو انا جيت عملت بعلم على حاجه على الشكل ده بالمنظر ده، دي حاجه، او كده دي حاجه. يعني لو انا عامل بوكس من تحت لفوق حاجه ومن فوق لتحت ايه حاجه، ايه بقى الفرق ما بينهم؟ بص بقى ركز معايا، انت استنتج لي الفرق. بص شايف البوكس ده علمت، قام راح معلم على ايه؟ نقطه. طب تعالى نعمل سكيب ونجرب نعمل بوكس من تحت لفوق، شوف علم على ايه؟
البوكس اللي هو من تحت لفوق بيعمل ايه؟ بيختار اي حاجة كاملة جوه البوكس. تمام؟ البوكس اللي هو من فوق لتحت بيختار ايه؟ بيختار اي حاجة البوكس جه عليه. تمام؟ طيب انا دلوقتي انا مش عايز غير النقطة دي اللي هي هحط عندها الايه؟ السبورت اللي هو الرولر ده. تمام؟ انا مش محتاج غير النقطة اللي احنا ايه شفناها دلوقتي. بصوا يا جماعة هبتدي اعمل ايه بقى؟ زي ما كان في حاجة اسمها ديفاين، في حاجة اسمها قصاي. عملت ديفاين لحاجة، هل الاستراكشر بتاعي ده دلوقتي حس بحاجة؟ لازم اعمل قصاي لأي حاجة. تمام؟ يعني لولا ان انا معرف الماتيريالز من الاول ومعرف البيمز ومعرف كل حاجة من الاول ما كنتش كان لازم اعمل لها قصاي. يعني لو انا ما كنتش معرف ماتيريال وكنت راسم اي حاجة من الاول، عملت درو الاول من غير ما اعرف لا ماتيريال ولا معرف لا سكشن. تمام؟ معايا ولا ايه؟ تمام؟ مش معرف اي حاجة وابتديت ارسم. تمام؟ ابتدي بعد كده اعرف، وبعد ما اعرف بعد ما اعمل ديفاين هبتدي اعمل اساين للحاجات اللي انا عرفتها. تمام؟ يعني في كذا تكنيك يا جماعة، في ناس أول ما بتخش تعمل ديزاين تعمل أناليسيس للستات تبتدي تعمل ايه؟ تبتدي تعرف كل حاجة، كل الماتيريالز وكل السكشن بحيث انها تخلص من موضوع اساين ده. يعني انا ايه اللي يخليني ارسم وبعد كده اعمل ديفاين وبعد كده اعمل اساين؟ طب ما انا اعمل ديفاين من الاول وانا برسم وبرسم الحاجه بالماتيريال والكروس سكشن بتاعها. فاهمين؟ تمام؟ طيب في حاجات لازم تعمل لها اساين لان انت ايه؟ لان انت يعني مش محتاجه تعريف. تمام؟ ايه الحاجات دي؟ اللي هي الباوندري كونديشن، امسك نقطه واساين عليها هينج او اساين عليها رولر او فيكسيشن او اي حاجه من الايه؟ من الكلام ده. بقوم امسك مثلا النقطه دي وابتدي اقول له ايه؟ وابتدي اقول له اساين جوينت. بصوا يا جماعه عشان انا مختار جوينت فهو مش فاتح لي غير ايه؟ غير جوينت. طب افرض انا مختار كده هيبتدي يفتح لي ايه؟ يفتح لي فريمز. طب افرض كنت انا مختار سلابز ومختار حاجات ثانيه هيبتدي ايه؟ يفتح لي حاجات تنفع مع اللي انا ايه؟ مع اللي انا مختاره. طيب افرض انا مختار فريمز وجوينتس وانا باساين باوندري كونديشن، هل هيفرق لو انا مختار جوينت لوحدها او جوينت ومعاها فريمز؟ ليه بقى؟ تمام كده كده لان الجوينتس اصلا يعني هي الوحيده اللي هتحط عندها باوندري كونديشن مش اللاينز. تمام؟ يعني يا جماعه الهنج والرولر والفيكسيشن ده بيتحط عند نقطه ولا عند لاين ولا عند اريا؟ بيتحط عند نقطه. تمام؟ فبالتالي هو فاهم ان النقطه دي لو انا جيت عملت قلت له اساين جوينت ريسترين، شايفين حاجه اسمها ريسترين يعني ايه؟ حط لي مانع امنع لي حركه النقطه دي. معايا يا جماعه؟ بقول له اساين جوينت ريسترين واقول له ايه؟ امنع لي حركه النقطه دي. امنعها ازاي؟ كده يبتدي يقول لك هل انت عايز فيكسيشن ولا عايز هنج ولا عايز رولر؟ حد مش فاهم؟ حد يا جماعه واقف عنده اي مشكله؟ ممكن ارجع لورا دي 2 5 دقايق. انا مش فاهم بس تمام. سيليكشن يا جماعه في الكاد او اي برنامج بس سيليكشن ده يا جماعه معروف. لو انت بتعمل بريفنت بتعمل كتاب بتعمل بريفنت سايب كتاب السيليكشن لو انت عارف بوكس بادئ اول نقطه فيه من تحت وطالع فوق بيعمل سيلكشن لاي حاجه جوه البوكس كامله. تمام؟ لو انت عامل بوكس من فوق لتحت بيختار اي حاجه في البوكس دي عليها. وليكن ركز معايا كده. بص شايف؟ لو انا جيت عملت بوكس شايف ده ايه؟ من فوق لتحت ابتدى اعلم على ايه؟ على اي حاجه البوكس جه جنبها. طيب تعالى نعمل بوكس من تحت لفوق. ايه اللي كامل جوه البوكس ده؟ النقطه. فابتدي اعلم على النقطه. طب تعالى نعمل بوكس تاني. ايه اللي كامل جوه البوكس ده؟ والتو فريمز دول. فابتدي يعلم على اي حاجه كامله جوه الايه؟ جوه البوكس. تمام فهمت؟ تمام. تعالى بقى الخطوه اللي احنا ايه اللي احنا قفلناها دلوقتي اللي هي بتاعه الباوندري كونديشن. انا عندي النقطه دي عندها رولر، عايز احط الرولر ده بعمل له اساين جوينت ريسترين بقول له امسك لي النقطه دي حط لي عندها مانع. تمام؟ لما باجي اقول له فيكسيشن يبقى انا كده منعت كام حركه؟ منعت كل ترانسليشن ومنعت كل روتيشن. يبقى انا اول ما اجي اعلم على الفيكسيشن ده هيبتدي يقول لي ريسترينت ان جوينت لوكال دايركشن منع ترانسليشن 1 و 2 و 3 والروتيشن 1 و 2 و 3. تمام؟ ايه هي ال 1 وايه هي ال 2 وايه هي ال 3؟ منع الترانسليشن في اكس واي زد والروتيشن في اكس واي زد. تمام؟ طيب انا عايز رولر، فبص منع ايه يا جماعه؟ منع الترانسليشن في اتجاه الزد بس وهو ده بتاع الرولر. تمام؟ الرولر بيعمل ايه يا جماعه؟ بيمنع الحركه الايه؟ الراسيه لكن بيسمح باي حاجه ثانيه. تمام؟ بيسمح بالحركه، بيسمح بالروتيشن. اوكي؟
طيب هقول له اوكي. الناحيه الثانيه عندي ايه؟ عندي هنج، هقول له نفس الكلام اساين جوينت ريسترين، حط لي هنج. شايف منع ايه؟ منع كل ترانسليشن. الهنج ده بيمنع يا جماعه الحركه في الاكس وفي الواي وفي الزد، تمام؟ واقول له ايه؟ واقول له اوكي. حلو الكلام ده؟ تمام؟ طب افرض انا بقى كنت عامل القطاع غلط، او كنت معرف قطاع غلط، او ما كنتش معرف قطاع اصلا، ابتدي اعمل ايه؟ ابتدي اعرف قطاع اللي انا مش معرف، تمام؟ وبعد كده اعمل القطاع اللي انا عرفته ده ايه؟ بعد ما عملت له ديفاين اعمل له ايه؟ اساين. بمعنى وليكن انا هعتبر دلوقتي نفسي انا ما عرفتش اي حاجه، هبتدي اخش شايف انا راجع اهو من الاول. ديفاين سكشن ايه؟ بعد ما رسمت فريم سكشن، واقول له اد مثلا كوبي من البروبرتي دي او اد نيو بروبرتي. يعني انا مسكت البيم دي وقلت له خد لي كوبي منها، واقول له انها بيم 25 في 80 سنتي، تمام؟ واجي اغير دي واقول له انها 0.8 وهي 25 فعلا، والماتيريال بتاعها كونكريت كام؟ 30 نيوتن على المليمتر سكوير، واقول له اوكي. تمام؟ شايفين يا جماعه دلوقتي ايه؟ انا عملت ديفاين، هل انا عملت اساين للسكشن؟ هل الاستراكشر بتاعي حس بالسكشن اللي انا عملت له ديفاين؟ لا، انا ممكن اعمل ديفاين ل 1000 حاجه، طالما انا ما عملتلهاش اساين يبقى الاستراكشر بتاعي ايه؟ ما حسش بيه. افرض انا عايز اخلي كل القطاعات بتاعه التراس دوت من الفريم سكشن اللي انا لسه عامله دلوقتي، هبتدي اعمل ايه؟ همسك كل الفريم سكشنز دي اعلم عليها واقول له اساين فريم سكشن، اساين فريم، واخش على فريم سكشن واقول له حط لي القطاع الجديد اللي هو ايه؟ 25 في 80، واقول له اوكي. تمام؟ طب هو عمل ايه دلوقتي؟ هو شال القطاع القديم وحط القطاع الايه؟ الجديد، ما بيحطش قطاعين على بعض. الفريم اللي دوت هو قطاع واحد فقط. 25 في 80، 25 في 70، 25 في 60، ما بيحطش قطاعين على بعض يا جماعه. تمام؟ ما يجيش في مخيلتك ان انا لو عملت اساين لفريم جديد على فريم قديم ان هو بيحط الاثنين فوق بعض. هو بيشيل القديم ويحط الايه؟ الجديد. طب انا عايز اتاكد اقوم اعمل ايه؟ اجي اعلم على الفريم اليمنت ده وادوس عليه كليك يمين، يبتدي يجيب لي تاريخ الاليمنت ده من اول ما اترسم. يقول لك الاليمنت ده بادئ من الكوردينيت الفلاني للكوردينيت الفلاني، الاند كونديشنز بتاعته ايه، النودز اللي محطوطه عليه ايه، الجيومتري بتاعته عامله ازاي، الفريم سيكشن بتاعه عامل ايه، والبروبرتي بتاعته عامله ايه. تمام؟ يعني شايف يقول لك ان هو عليه السكشن الفلاني، يقول لك ان هو مش عارف الماكسيمم ستيشن سبيسنج مش عارف نص، البي دلتا افكت لا، تمام، اللودز لسه ما حطناش، تمام، يبتدي يجيب لك ايه؟ يجيب لك تاريخه. تمام؟ اي ايه؟ اي فريم سيكشن بتعمل معاه كده. انا لو اوريدي اصلا مش عامل ديفاين من الاول. كل حاجه بتشتغل ديفولت بالجامعة بالظبط باللي انت عامله، بس ساعات وانت ايه؟ ساعات انت بعد ما بتعمل اناليسيس خلاص الاناليسيس بتاعك وعملت الديزاين لقيت الكاميرا دي مش سيئه، يبقى انت هتحتاج ايه؟ تعمل ديفاين للقطاع الجديد 25 80 او 25 90 وتقصين القطاع الجديد وتشوف الباني المونس اللي عليها عامله ازاي ونبتدي تعملوا ليه ايه؟ ليه ديزاين. تمام؟ بصوا يا جماعه ايه؟ ادوس اف 4، لو دوست اف 4 يبتدي يخفي لك كل حاجه. طب افرض انا عايز الاسامي تبان كلها، ابتدي اخش. بصوا يا جماعه القايمه دي خطيره جدا، البوكس اللي جواه علامه صح ده اسمه سيت ديسبلاي اوبشن، بتتحكم في الديسبلاي بتاعك عايز تبين ايه ومش عايز تبين ايه، عايز تسمي، عايز تبين ارقام النونز ولا لا، عايز تسمي تبين اسامي السكاشن ولا لا. تمام؟ دوس كل واحد يدوس على علامه الصح دي يا جماعه او كنترول اي، كنترول اي بتفتحها. كنترول دبليو، اه كنترول دبليو يا جماعه. تمام؟ هبتدي جوينتس يا جماعه. بصوا يا جماعه ممكن لو انت عايز ست
بصوا يا جماعه سيت ديسبلاي اوبشن ممكن تفتحها من فيو اللي هي شايف كاتب لك قدامها ايه الاختصار كنترول بلس دبليو تمام اوكي طيب انا لو عايز ابين بصوا يا جماعه انا دلوقتي عايز ابين الكروس سكشن بتاع الفريمز يبقى اخش هنا جوه حاجه اسمها ايه فريمز واقول له بين لي السكشنز قول لي السكشن نوعها ايه ابتدي ايه يقول لي اساميها طب هي ملخبطاني وشكلها كبير وحجمها كبير ابتدي اعمل ايه افتح الديسبلاي اوبشن ده واقول له ايه شيل اسم السكشن يبتدي ايه يختفي تمام عايز ابين ارقام الجوينتس اقول له حط لي ليبلز حط لي ارقام الفريمز يبتدي يحطها لك اي حاجه متعلقه جوه الفريمز هتلاقيها مندرجه تحت الايه تحت حاجه اسمها فريمز طب الجوينتس هخش هنا تحت الجوينتس اقول له حط لي ليبلز ليها يبتدي ايه يرقمها لي الترقيم ده بيستخدمه يا جماعه في الديفلوبمنت بتاع الستاتس ماتريكس بتاعته والكلام ده تمام موضوع الترقيم ده بالنسبه له مهم جدا حد عنده مشاكل تمام انت دلوقتي الكروس سكشن بتاعك اسمه ايه اي بي اي تمام تخش جوه الديفاين تشوف السكشن دوت جوه مكتوب جواه ايه تمام اوكي طيب خلاص انا هخفي كل الكلام ده مال بعيده ازاي هو بيسميها زي لا انا هقول لك حاجه احنا مسحنا بصوا يا جماعه الساب بيعمل ايه مش احنا رسمنا نودز ومسحناها هو بيبتدي يمسح الارقام دي ويبدا بالارقام اللي بعد كده يعني يا جماعه احنا رسمنا 20 فريم اليمنت سماهم ومسحناهم يبتدي من اخر تسميه هو ايه هو بدا تمام لكن انت لو بادئ لسه اول ما يبتدي يسمي 1 2 3 عايز تغير ممكن تغير ممكن تيجي هنا لو عايز تغير ارقام النودز دي بتبتدي تختارها وتقول له ايديت تشينج ليبلز وبتبتدي تغير الليبلز بتاعتك لو انت عايز تمام قدام الحاجات دي ايه هنعرفها تمام اوكي طيب خلصنا يا جماعه مرحله الديفاين بتاعه الماتيريالز والسكشنز ورسمنا الاستراكشر بتاعنا الخطوه اللي بعد كده ان احنا نعمل ايه نحط اللودز تعال نشوف ازاي نحط اللودز قبل ما احط اللودز لازم اعرف للبرنامج ايه انواع اللودز اللي موجوده عندي ركز مع بعض يا جماعه هذا عامل مشاكل الاول ده هو حر صح التكييفات مش عامله اي حاجه هذا عامل مشاكل يا جماعه لو حد عنده مشكلة أولى أنا راح أستغل أسمع أي حد وأحكي له أي مشكلة عنده. بص ركز معايا كده مسهل لك الدنيا هيبقى فيديو وكل حاجة متوثقة شايف؟ ده الكلام اللي نزل اهو هات اول بروبلم اهي تمام تبتدي امسكها بتعمل ايه جريد ويونتس خطوه بخطوه معلم عليها بوكسات تمام رسمنا عملت ايه بتعمل ديفاين ماتيريالز لودز سيكشنز ديفاين بتاع الماتيريالز ابتدي افتح الويندو الفلانيه واعمل كذا تمام واحده واحده ماشي معاك واحده واحده والفيديو موجود ما لقيتش هنا هتلاقيه في الفيديو عايز تسمع كلام عايز تنجز تمام براحتك يعني في ناس عايزه تسمع شرح ما هو احنا بنسجلها اهو تمام ومعايا توتوريالز عايز تسمعها اسمعها تمام كل حاجه متاحه ما عنديش ما عندي استعداد تسمع اي حاجه اسمعوا فيديوز براحتكم تمام اهم حاجه انك تتعلم مني بقى من اي حد تاني المهم انك تتعلم تمام طيب تعال نكمل بقى نحط اللودز اول حاجه هبتدي اعرف حاجه اسمها لود باتر ركز مع بعض يا جماعه عشان نحل اكبر عدد من المسائل النهارده هبتدي اعرف لود باتر ايه لود باتر ده يا جماعه هعرف هقول للساب ان انا عندي نوع لود معين هبتدي احطه جوه المنشا بتاعي بس انا لسه ما عملتلوش ايه ما عملتلوش اساين يبقى اخش هنا جوه الساب هقول له ديفاين لود باتر اول حاجه في الديفولت بتاعه هو بيبتدي يعرف كيس اسمها ديد لود ايه الكيس اللي اسمها ديد لود ديد لود يا جماعه كيس بيعرفها الساب عشان يحط عليها السيف ويت بتاع المنشا بتاعك ممكن تحط عليها اي ديد لود بتاعك تمام ازاي بيعرف السيف ويت بيبتدي يقول لك ان انا عملت لك لود باتن لود باتر اسمها ديد النيم بتاعها اسمه ديد والتايب بتاعها ديد يعني انت ممكن تسميها اي حاجه
ممكن تسميها فلورين، ممكن تسميها بارتيشنز، ممكن تسميها اي اسم يعجبك، بس هي نوعها في الاول والاخر ايه؟ ديد. تمام؟ وبعدين بتقول له ان السيلف ويت مالتبلاير بتاعها بواحد. طيب دلوقتي يا جماعه لما كنت بحل مساله ستراكشر من بتاعه اولى مدني او ثانيه مدني او ثالثه مدني، بقالنا ساعة ونص عمالين بنعرف المسألة، بعد كده هتلاقيك بتحلها في سنة. تمام؟ طيب نركز مع بعض كده. بعرف بقول إن أنا عندي لود باترن اسمه ديت، نوعه ديت، السيلف ويت مالتبلاير بتاعه بواحد. يعني إيه السيلف ويت مالتبلاير بتاعه بواحد؟ يعني لما زي ما بقول لك أنا كنت بحل مسألة استراكشر، هل أنت كنت بقول لك خد السيلف ويت معاك؟ لا، كنت بقول لك كده حاطط لك إيه؟ يعني في اللود 2 طن بير متر لانج أو 5 طن بير متر لانج وكونسنتريتد لود 5 طن. طب انا افرض بحل مساله استراكشر ومش عايز ادخل السيلف ويت بتاعي معايا، ابتدي اعمل ايه؟ احط السيلف ويت مالتبلاير ده بكام؟ بزيرو. تمام؟ اللي هو الاون ويت، او ببتدي اقول له ايه؟ خد لي 100% من الاون ويت معايا. يبقى اقول له ايه؟ خد السيلف ويت، السيلف ويت مالتبلاير بواحد. طب انا مش عايز الاون ويت خالص وانا حسبت الاون ويت بايديا، ابتدي اقول له خده بكام؟ خده بزيرو. تمام؟ طيب ياخده بزيرو عشان احط له قيمه الديد لود. ياخده بواحد اقول له انت احسب لي الديد لود. هيبتدي يشوف الماتيريال دي نوعها ايه؟ الويت بتاعها بكام؟ ويبتدي يحسب لك الويت بتاعها قد ايه؟ معايا يا جماعه؟ ايه؟ واحد بيعبر بقول له خد لي 100% من الحمل بتاع المنشأ بتاعي معايا في الاعتبار. لو انت حطيته بنص هتقول له ايه؟ طب اقول لك حاجه، تعالى نحطه ب 10، مش هيقبل 10. لانه ايه؟ مالتبلاير. تمام؟ هقول لك ايه؟ ما ينفعش. لا 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 ثانية نجرب، ممكن يبتدي يحط، ممكن انت تضربه في فاكتور. لا ممكن عادي، ممكن تقول له ايه؟ خد لي الويت بتاع المنشأ ده 10 مرات. تمام؟ اوكي؟ بس ايه؟ لو انا بحل مسألة ستراكشر زي ما بقول لك كده، او بحل أي مسألة، ما كنتش بديك الأون ويت. أنا كنت بحسبه لك وأقول له إن هو 2 طن بير متر رن. تمام؟ بس أنا دايماً هستخدم السيلف ويت بتاعي ايه؟ بواحد. بس عشان ده تراس. تمام؟ طب يا جماعة تعالوا نفكر في التراس ده شوية. التراس ده لو انا واخد الاون ويت معايا في الفستان، الستريننج اكشنز بتاعته هيطلع عليه بين الاون ويت ولا لا؟ ما بين اللينكات، اللينكات ليها وزن، فبالتالي هنجد وهنجد، فيبقى عليها ايه؟ دبليو ال سكوير على 8، صح الكلام ده ولا لا؟ تمام؟ فبالتالي انا عايز ايه؟ طب تعالوا نخليها واحد ونشوف هيطلع لنا ايه؟ وبعد كده نجرب نخليها بزيرو ونشوف هيطلع لنا ايه؟ تمام؟ اوكي، هخلي ده بواحد. تمام؟ واقول له موديفاي واقول له اد نيو لود باترن. بصوا يا جماعه انا دلوقتي هبتدي اعرف لود باترن جديده اسمها لايف، يبقى اقول له انها اسمها لايف. اوكي، واقول له نوعها. بصوا يا جماعه هنا هلاقيه مديني انواع كتير، مديني ديد ولايف وكويك وويند واذر. تمام؟ ممكن حاجات ثانيه سوبر ديد اللي هو ايه؟ اللي هو الفلورنج والبارتيشنز والوولز. تمام؟ انا هقول له ان انا عندي حمل لايف واسمه لايف والسيلف ويت مالتبلاير بتاعه بزيرو لان انا ما عنديش حمل لايف لود ليه سيلف ويت. تمام؟ واقول له اد نيو لود باترن، يبتدي يقوم ايه؟ يضيف اللود باترن ده للايه؟ للود باترن القديم. تمام؟ كده بقى عندي كام لود باترن؟ عندي اثنين، واحد لايف وواحد ايه؟ واحد ديد. تمام؟ انا دايما يا جماعه وانا بحل اي منشا ببتدي اعرف كذا لود باترن. بخلي الديد لود بتاع المنشا اللي هو السيلف ويت بتاعه لوحده، واللايف لود لوحده، والفلورنج لوحده، والبارتيشنز لوحده. تمام؟ اوكي، هنبتدي نعرف الكلام ده واحنا بنحل الايه؟ البلاطات. طيب خلينا في الاكزامبل بتاعنا ده واقول له اوكي كده، هل انا المنشا بتاعي حس باي لود؟ انا عملت ايه دلوقتي؟ انا قلت له يا سار انت عندك دلوقتي نوعين من الاحمال انا هدخلهم، نوع اسمه ده ونوع اسمه لايف، وانتظرني عقبال ما انا ادخلك الايه؟ اللودز. تمام؟ تعالوا نبصوا على اللودز اللي عندنا. تعالوا ندخل اول حاجه الديد. عندي 4.2 هنا و4.2 هنا و5.8 5 هنا. طيب همسك النقطة دي اللي عليها 4.2 والنقطة دي اللي عليها 4.2، هعمل عليهم إيه بقى؟ هعمل عليهم أصاين. ليه بقى؟ لأن أنا هحط حمل، ما دام حاجة أنا هحطها يبقى اسمها إيه؟ أصاين. حاجة أنا هعرفها يبقى أنا هعمل لها إيه؟ ديفاين. هقول له أصاين. بصوا بقى يا جماعة إيه اللي هيفتح لي؟ إيه الحاجة الوحيدة اللي فاتحة لي؟
ليه بقى؟ عشان نختار جوينتس بس. طب افرض انا مختار فريمز، نفتح حاجات تانيه. يعني تعالى نبص كده مع بعض. لو انا مختار كده هيبتدي يقول لي ايه؟ اساين فريم لودز، تفتح لي فريم، لان انا مختار ايه؟ جوينتس وفريمز. طب افرض انا دخلت على جوينتس وانا مختار فريمز، هيحط لي الحمل على ايه؟ على جوينتس بس، مش هيحط لي على الفريمز. تعالوا نبص كده يا جماعه، نجرب مع بعض. جوينت فورسز، بصوا بقى ركز معايا. انا هحط دلوقتي حمل ديد في اتجاه ايه؟ اتجاه نيجاتيف زد. تمام، انا هحط الحمل الايه؟ لتحت. يبقى انا همسك كده هقول له ان انا عندي حمل قيمته نيجاتيف 4.2. تمام، واقول له ايه؟ في هنا يا جماعه هلاقي ثلاثه اوبشنز، اد تو اكزيستنج لود وريبليس اكزيستنج لود وديليت اكزيستنج لود. اول واحده بيقول لك ان انا لو عندي لود قديم حط اللود الجديد ده على اللود القديم واجمعهم فوق بعض. الاوبشن الثاني اللي هو ريبليس، لو انا عندي لود قديم شيله وحط الايه؟ وحط اللود الجديد. الثالثه اللي هي ديليت، يعني امسح لي اي لودز على الايه؟ على النقطه دي. تمام، هاجي اقول له ايه؟ هاجي اقول له اوكي. بص هيعمل ايه؟ ساب السلكشن اللي انا كنت مختاره بتاع الفريمز وحط على الايه؟ حط على النقط، لان انا عملت اساين ايه؟ جوينت لودز. لكن لو انا كنت عملت اساين فريم لودز اللي هو لاين لود اللي هو تامبر ميتر ران، هيبتدي يحط على الفريم وينجلكت الايه؟ الجوينت. تمام؟ لا، هو هيشوف انت مختار كام جوينت، والجوينت اللي انت مختاره هيبتدي يحط عندهم الجوينت لود اللي انت حاطه. مختار فريمز مع، يعني لو بص بص، لو انت مختار دول كلهم لوكشه واحده، مختار كل ده، تعالى نقفل الويند دي، مختار كل ده، مختار كام نقطه؟ واحد اثنين ثلاثه وخمسه تحت، يبقوا سته. هيبتدي يمسك السته جوينتس اللي انت مختارهم ويحط عندهم اللود اللي انت عامله، مش هيشوف الفريمز. معايا؟ طب افرض انا عملت اساين لفريمز، هيبتدي يشوف الفريمز اللي موجوده ويحط عليها الايه؟ اللاين لودز بتاعتك. عايز تصدق ها؟ ايه؟ بيحطها، يعني انت بتقول له ان دي 2 طن بير متر ران على الفريم ده، يبتدي يمسك الفريم ويحط عليه 2 طن بير متر ران، هنشوفها دلوقتي. تمام، ما تسيبهاش احداث، اوكي؟ طيب، همسك انا النقطة دي عليها كام؟ عليها 5.5، همسكها لوحدها كده واقول له اساين جوين اساين. بصوا يا جماعة ايه الفرق ما بين دي ودي؟ أنت لما بتقول له أنت ماسك جوينت، هيبتدي يفتح لك أي حاجة متعلقة بالجوينتس. إنك تحط ريسترين أو تحط إيه؟ أو تحط لودز. تمام؟ فابتدي أمسك هنا أقول له أساين جوينت فورسز وأقول له كام؟ نيجاتيف 5.5. تمام؟ ابتدى حط إيه؟ ابتدى حط الـ 5.5 طن اللي أنا إيه؟ اللي أنا عايز أحطها. معايا الكلام ده يا جماعة؟ تمام؟ حد مش فاهم حاجة؟ طيب، خلي بالك بقى ان الويندو اللي انت مستخدمها دي مكتوب عليها من فوق ايه؟ ان انت شغال على الكيس اللي اسمها ديد. هو ما بيبينش غير كيس واحده. يعني انت شغال على ديد يبين لك فوق ديد. شغال لايف يبقى ايه؟ يبين لك فوق ايه؟ لايف. طب تعالى نشوف الكلام ده دلوقتي عامل. انا عندي لود لايف لود قيمته 5 طن في اتجاه ايه؟ البوزيتيف اكس. تمام؟ هبتدي امسك النقطه دي واقول له اساين جوينت لود فورسز واخلي دي بزيرو. لو انا سبت الرقم اللي موجود هنا هيعمل ايه؟ هيحط اهو تاني اهو. بص امسك اول حاجه النقطه اللي انا عايز احط عندها اللودز، النقطه دي، واقول له اساين جوينت لود فورسز. بصوا يا جماعه، لو انا خليت دي 5.5 زي ما هي هيبتدي يقوم ايه؟ يقوم حاططها في اللايف، يبقى هي بقت موجوده ديد وايه؟ ولايف. لكن انا اخليها بايه؟ بزيرو، وما عنديش غير لايف قيمته 5 طن في اتجاه ايه؟ بوزيتيف اكس ولا نيجاتيف اكس؟ بوزيتيف اكس. واقول له اوكي، وانس ان انا اقول له اوكي. تمام. همسك النقطة دي يا جماعة، بصوا الحركة اللي أنا عملتها دلوقتي، يعني لو أنا جيت عملت أندو، اللي حصل دلوقتي إيه؟ إن أنا كنت واقف على الكيس اللي اسمها ديد، تمام؟ ومسحت اللود اللي هو كان 5.5 أو اللي هو اللود اللي هو كان نيجاتيف 4.2 خليته زيرو وحطيت لود في اتجاه اكس، فباين لي ايه؟ شال اللود اللي هو كان في الدايركشن ده وحط اللود اللي هو في انهي دايركشن؟ اللي في الدايركشن ده. طيب تعالى نرجع كنترول زد، همسك النقطه دي واقول له اساين جوينت لود فورسز واقول له حط لي لود نوعها ايه؟ لايف وقيمته كام؟ 5 طن في اتجاه الاكس، يبتدي يعمل ايه؟ يبين لي ال 5 طن بس. طب هل معنى كده ان هو شال الاحمال الثانيه؟ لا، هو ده الانترفيس بتاعه.
بيبين لك اللود كيس اللي انت شغال عليه. حطيت لودز لايت يبين لك ايه؟ لايت. حطيت لودز ديد يبين لك ايه؟ ديد. طب افرض انا عايز اشوف الديد دلوقتي اعمل ايه؟ بصوا يا جماعه، يبقى انا عشان اشوف حاجه هعمل لها ايه؟ بعمل لها ديسبلاي. اخش على قائمه ديسبلاي واقول له شو لود اساين، وريني اللود اساين على الجوينتس، تمام؟ نتيجه للايه؟ ديد او لايف زي ما انت عايز، واقول له اوكي. تمام، يبين لي ايه؟ شايف باين لي ايه؟ رجع لي الديد. طب عايز اشوف لايف، ديسبلاي شو لود اساين على الجوينت، وري لي اللايف، واقول له اوكي ورالي الايه؟ اللايف. تمام الكلام ده؟ لازم كل واحده لوحدها. تمام؟ طيب افرض انا بقى، هل يا جماعه انا لما بحلل المبنى بحلل اللايف لوحده والديد لوحده؟ تمام؟ ما بيحصلش الكلام ده، بيبقى فيه كومباينيشنز، بيبقى فيه وركينج كومباينيشنز بتجمع الديد زائد اللايف، او التيميت كومباينيشن بتجمع الديد مضروب في 1.4 واللايف مضروب في 1.6. في حاجه هنا بقى اسمها ديفاين لود ايه؟ لود كومباينيشن. عرف لي لود كومباينيشن ازاي الكلام ده؟ ابتدي اخش هنا هقول له ديفاين، بص بقى، بص الاوبشن الجديد لود كومباينيشن، هقول له اد نيو كومبو. تمام، هقول له الكومبو بتاعتي اسمها وركينج. معايا؟ اوكي. الديد يا جماعه في الوركينج بيبقى مضروب في كام؟ بواحد، واقول له اد. تمام، هلاقي القائمه دي مكتوبه كده ديد لينير ستاتيك واحد، اقول له اد. ابتدي اغير، اخش على اللي بعديه، انزل على السهم اللي بعده واقول له لايف مضروب في كام؟ مضروب في واحد، واقول له اد. كده يبقى انا عملت الكومبو ايه؟ الكومباينيشن. الكومبو دي عباره عن ايه؟ هيمسك كل الاحمال الديد زي كل الاحمال اللايف ويجمعها جمع جبري ويجيب السترينج اكشن الناتج عنهم هما الاثنين ايه؟ مع بعض. تمام؟ اوكي، بصوا هنا يا جماعه، في حاجه اسمها لينير اد، يعني ايه؟ ضيفهم لي. في حاجه اسمها هنا ايه؟ انفلوب. هات لي الانفلوب بتاعها، يعني ادرس لي الحمل ده عامل ازاي والحمل ده عامل ازاي، وهات لي الانفلوب بتاع الايه؟ بتاع الاثنين ما تجمعهمش. تمام؟ طيب انهي هيديني اكتر يا جماعه من وجهه نظركم؟ الانفلوب ولا اللينير اد؟ تمام، بص ركز معايا كده، وليكن نتيجه للديد عامل كذا ونتيجه لللايف عامل كذا، يبقى هياخد ايه؟ هياخد اللي تحت. لكن وانس ان هو يجمع الاثنين يبقى هيعمل ايه؟ يبقى تبقى حاجه كده. تمام، يبقى اللينير اد هيطلع ايه؟ اعلى. تمام، ما بستخدمش الانفلوب ده غير في حاجات مخصصه، يعني هياخد اللي هو مغطي الشكل كله. بمعنى لو انا عندي بيندنج مومنت كده، تمام، حاجه بالمنظر ده، تمام، وبعدين بيندنج مومنت شايف بوست بعالي، وبعدين رايح هنا النيجاتيف وات، بوست بعالي ورايح للنيجاتيف وات، هيبتدي يعمل ايه؟ هياخد ده اعلى حاجه هنا، وهياخد اعلى حاجه ايه؟ تمام، ده اللي هو الايه؟ الاف. وابتدي اقول له اوكي. كده انا عملت اللود كومباينيشن، كده المساله بتاعتي خلصت، فاضل ان انا اعمل لها ايه؟ اعمل لها ران واقول له ابتدي الاناليسيز وطلع لي ستريننج اكشن. بس المود بتاعي اللي انا عامله ده غلط. ليه غلط؟ لان انا ما فهمتش السات اتسيلف بتعامل ازاي. طيب دلوقتي ما هقول لك، بس عايز اشرب ميه بس. فبصوا 10 دقايق يا جماعه. تمام؟
هو فين الكاس؟ الرسمة على الحساب ممكن ابين اديته للاب ايه؟ ابين اديته للاب شو الموضوع ده؟ طب مش ابين دي عشان الكات؟ كات انا رسمت بداية اه عادي هو بيفصل كل دول كاس على واحدة دي خد دي بلد الحل الرسمة ما بيبينش هو الانترفيس بتاعه كده هو كويس انه بيبين زلمة مش مهم السكشن؟ بص انا مش هختار السكشن كان دي بتاعت السكشن 3 طب نسلك بقى ايه الحمد لله انت منين؟ بس لا طب دي مش عارف مش خلاص كده اسلك بقى دي مش نتيجة عملت ايه؟ استكشن بس نتيجة ايوه Yeah.
يلا يا جماعه عشان نبتدي. حد بره لسه يا جماعه ولا طيب يا جماعه تيجي نركز مع بعض كده. اللي انا عملته في التراس ده غلط. ليه غلط؟ لان انا ما فهمتش الترند ده اللي ضاع بره عنه. اللي انا عملته ده كان التراس دوت مش تراس. يعني ايه؟ الباترن بتاع اللود يبتدي يديفلوب البين المومنت بتاعه. طب هل الكلام ده صح؟ التراس بيبقى ايه؟ التراس دي بتبقى هنجت ما بيبقاش عندها مومنت ودي ما بيبقاش عندها مومنت ولا دي. كل النقط دي ايه؟ مفاصل هنجات. تمام؟ فبالتالي ازاي اعرف الساب ان دي مفاصل؟ تمام؟ معايا؟ حد عنده مشاكل؟ تعالى نعمل رن ونشوف هيديني نتائج ايه ونقول ايه الغلط اللي فيها. هعمل ران دلوقتي. بصوا يا جماعه هنا ران بيقول لي هل انت عايز تعمل ران لكل الكيسز دي؟ اقول له اه اعمل لي ران. انا عندي كيس اسمها ديد وكيس اسمها لايف. احنا نزلت ديد واللايف بين واحد زائد صح. تمام. انا شغال ممكن. تمام اوكي عادي. ممكن بعد ما نعمل ران نعمل كومباينيشن ثانيه اسمها اوكي. المهم هنا بيقول لي اعمل ران لثلاثه لود كيس. طب احنا كنا معرفين كام لود كيس؟ اثنين. طب الثالثه دي بتاعت ايه؟ لا لا كومبينيشن ايه؟ لا لا مش الام ايه. بص اسمها ايه؟ اسمها ايه طيب؟ طيب الموديل دي يا جماعه بتاعت ايه؟ الموديل دي اللي هو بيمسك يا جماعه اي ستراكشر بتبقى له ستيفنس. وانس ان ستراكشر بتبقى له ستيفنس دي ماس برضه بيبتدي يعمل حاجه اسمها موديل اناليسيز للاستراكشر بتاعك ده. ابتدي ركز يا جماعه في الكلام ده مهم عشان هنحتاجه في الزلازل. تمام؟ يعني ايه اعمل موديل اناليسيز؟ يجيب الستيفنس بتاع الستراكشر ويجيب الماس بتاع الستراكشر وبعد كده يعمل علاقه يجيب بيها الزمن الدوري بتاع الستراكشر بتاعت الفايبريشن. يعني لو انا مطرح في ايه؟ خبط البلاطه كده. الخبطه دي اسمها فايبريشن. تمام؟ بلس انت بتديها تردد على حسب التردد بتاع الستراكشر بتاعك. كل ستراكشر بيبقى له تردد. تمام؟ يعني انا دلوقتي لو خبطت العمود بخبطه كده يبتدي يعمل ايه؟ يتهز. الهزه دي بتعتمد على الماس والستيفنس بتاعت العمود. هي المودل كيس دي بتعمل الكلام ده. تمام؟ تبتدي تقول لك ان الاستراكشر بتاعك ده
الموتشنز بتاعته عامله ازاي بتاعت الحركه يعني ايه الموتشنز. انت ممكن تخبطه يلف كده يعني وليكن انا عندي سامبل دي بالمنظر ده الموتشنز بتاع الحركه بتاعها نتيجه البالز تمام اي حركه دايناميك تبتدي تديفورم ايه؟ ممكن تديفورم كده وممكن تديفورم كده ممكن تديفورم باي شكل تمام؟ هو بيبتدي يتوقع اشكال الديفورميشنز اللي هتحصل للكاميرا بتاعتك دي نتيجه الفايبريشنز والكلام ده. يبقى اذا انا بحتاج الكيس بتاعت الموديل دي لو انا بحلل ايه؟ بحلل فايبريشن او اي حمل دايناميك. هنعرف الكلام ده في الزلازل وهتفهمه وهيبقى زي الفل تمام؟ سيبك من ايه؟ من الموديل دلوقتي عايز تقفلها وما تعملهاش ران اوكي عايز تسيبها اوكي تمام؟ هقول له ران ناو واقول له لازم يا جماعه سايب الفايل طبعا مش هوصيك على موضوع تسيفت الفايل دي. هيبتدي يحل الفايل ده ايه شكل ايه يا جماعه؟ ده شكل الديفورمد شيب. عمل ايه هو عشان يجيب الشكل ده؟ عمل ستيفنس اناليسيس حل الاستراكشر نتيجه للودز الموجوده والباوندري كونديشنز اللي موجوده وحلها وجاب الديفورميشن كانك بتحل مساله ستيفنس ايه؟ عاديه خالص صح الكلام ده؟ ديفورميشن ايه؟ ديفورميشن انت ممكن تجيب الديفورميشن نتيجه للديد نتيجه اللايف نتيجه لاي كومباينيشن ازاي الكلام ده؟ هاجي هنا يا جماعه بصوا شايفين الاشكال دي؟ اول شكل شو انديفورميد شيب يعني لو انا دوست عليه كده هيبين لي الشكل اللي هو الايه؟ الاصلي. تاني شكل اسمه الشو ديفورمد شيب تيجي تفتحها يقول لك انت عايز تبين الديفورمد شيب ده النتيجه لايه؟ نتيجه للديد لللايف لاي كومباينيشن انت عايزها. انا وليكن هقول له بينها لي نتيجه للود كومباينيشن اسمها الوركينج واقول له اوكي بينها لي كده. لو انا قلت له ستارت انيميشن هيبتدي ايه؟ يانيميت الشكل يبدا من الزيرو لحد ما يعمل شكل الايه؟ شكل الديفورميشن اوكي؟ طب هل الشكل ده طبيعي؟ اه طبيعي. ليه؟ يعني في رولر، الرولر دي اللي عماله ايه؟ بتروح وتيجي، الهنج بيتحرك؟ لا تمام؟ ايه يا جماعه اللي بيضحك بس؟ طيب خلصنا الموضوع دوت. طب افرض انا بعد ما عملت ران انا ينفع اعمل كومباينيشن بعد ما اعمل الران؟ ليه؟ لان هي حسبه بسيطه جدا ما بيعملش اناليسيز من جديد. بيجيب الكيس الفلانيه والكيس الفلانيه ويجمعهم على بعض ويجيب لك النتيجه. تمام؟ يعني هو البرنامج بيعمل ران للود كيسز وبعد كده التجميع ممكن يعملها في اي وقت. بمعنى ان انا دلوقتي اقدر اخش على ديفاين لود كومباينيشن واقول له اد نيو كومباينيشن ونوعها التيميت تمام. بصوا يا جماعه الداتا هيبقى مضروب في كام؟ 1.4 واقول له اد واللايف 1.6 واقول له اد واقول له اوكي. ممكن دلوقتي اقدر ابين الديفورمد شيب طبعا نتيجه للالتيميت دي حاجه ما بتحصلش يعني دايما بنشوف يا جماعه الديفورميشنز بنشوفها نتيجه لاحمال الايه؟ الوركينج لودز. ما عمرنا ما بنشوف ديفورميشنز نتيجه للالتيميت لودز تمام؟ طبعا موضوع السيرفيسابيلتي ده انتوا خدتوه ولا ايه؟ طيب حد عنده مشاكل لحد دلوقتي؟ تعال نبين بقى النتائج ونشوف الموديل بتاعنا غلط ازاي. كله مركز؟ بص هنا في حاجه هنا شكل علامه البندنج مومنت كده. لو انا دوست عليها هيبتدي يبين لي حاجه اسمها جوينتس وحاجه اسمها فريمز. يعني هو بيقول لي انت عايز تطلع النتائج على جوينتس ولا على فريمز؟ انا امتى اطلع نتائج على جوينتس لو انا عايز اشوف ايه؟ رياكشنز. واطلع نتائج على فريمز لو انا عايز اشوف ايه؟ بندنج ونورمال وشير وكلام من ده، تمام؟ طيب تعال نشوف نتيجه الجوينتس. اوكي؟ هقول مثلا هتعالي نتيجه للالتيميت واقول له اوكي هيطلع لي كام رياكشنز؟ عند الهنج هيطلع لي كام رياكشن؟ واحد اكس وواحد واي. عند الرولر هيطلع لي ايه؟ الحركه اللي منحها بيتولد عندها ايه؟ رياكشن. لكن الحركه اللي بتسمح بيها برياكشن عندها بزيرو. طيب اوكي طيب انا طلعت دلوقتي رياكشن. ثانية تمام قول
عارفين انا ايه اللي خلاني اشك في النتيجه؟ يلا مين الجدع اللي هيقول؟ عشان 8 بالظبط انا حاطط 5 طن ومديني رياكشن 8 عشان فاكتور 1.6. تمام. طيب انا مثلا لو عاملها نتيجه لللايف بصوا هتبقى كام؟ لا ثانيه فريمز جوينتس ورهاني نتيجه لللايف هتطلع لي كام؟ 5. الثمانيه دي اللي هي كانت مضروبه في كام؟ 1.6. تمام. فابتدى اعمل لها فاكتورايزيشن بقت كام؟ بقت 8 طن. لكن دي اللي هي الاحمال البيور اللي هي ايه؟ مش معمول لها فاكتور. تمام. مش مضروبه في فاكتور. طيب اوكي تعالى نشوف نتائج المومنت هتطلع شكلها عامل ازاي. بص بقى ادي هيبقى عندي هنا شايف النتائج بتاعت المومنت دي يقول لك ام 2 2 وام 3 3. طب تعالى نشوف ايه هو الاكس رقم 2 وايه هو الاكس رقم 1 وايه هو الاكس رقم 3. وليكن امسك الفريم اليمنت ده وابص على الكروس سيكشن بتاعه. الكروس سيكشن بتاعه حاجه بالمنظر ده. تمام؟ الاكس دوت والاكس اللي هو في اتجاه السيكشن. ده الاكس رقم 1 وده الاكس رقم 2 وده الاكس رقم 3. تمام؟ المومنت اللي هيبقى على السيكشن ده هيبقى اسمه ام كام؟ انا وليكن حاطط اي حمل هنا. يبقى عليه مومنت كام؟ ام 3 3. امتى يبقى عليه ام 2 2؟ لو انا كنت مدخل احمال ايه؟ احمال اوت اوف بلاي. تمام؟ يعني انا دلوقتي يا جماعه دي الكاميرا بتاعتي حاطط عليها احمال كده. يبقى المومنت اللي هيتولد يبقى عامل ازاي؟ في الدايركشن ده. امتى يبقى عليه مومنت كده؟ لو جاي له احمال ايه؟ احمال كده. اوكي؟ طيب تعال نشوف ام 3 3 نتيجه وليكن للالتيميت شكله عامل ازاي؟ طيب شايف مطلع لي شكل البن المومنت. اوكي؟ طيب ليه بقى في بن المومنت على التراس والمفروض التراس زاد عليه زيرو بن المومنت؟ ليه؟ اولا عشان انا عامله فريم. يعني انا مش عامل ايه؟ يعني هنا الجوينت الجوينت اللي عند النقطه دي مش هنج دي فريم يعني تشيل مومنت. يعني التراس دوت مش تراس ده فريم بس شكله على شبه التراس. هنشوف ازاي نحوله لفريم دلوقتي. طيب وايه كمان وليه كمان يعني لو انا خليتها برضو شلت موضوع الفريمنج اكشن ده هيطلع عليها مومنت ولا لا؟ ليه؟ نتيجه ليه؟ نتيجه للسيت بوينت. طيب تعالوا نجربها ونشيلها واحده واحده. بصوا بقى اتعلموا معايا الاوبشن الجديد ده. هفك الموديل. شايفين القفل ده يا جماعه؟ القفل ده لو مقفول معناه الموديل معمول له ران. عشان اعدي فيه لازم افتح الايه؟ لازم افك الران او افتح القفل واقول له اه اوكي تمام. طيب انا عايز اريليز المومنت عند ايه؟ عند الجوينتس دي والجوينت دي والجوينت دي وكل الجوينتس دي عايز اريليز المومنت عندها. يعني ايه اريليز المومنت؟ يعني اخلي المومنت بزيرو يعني اخليها هنج. تعال نشوف ازاي نريليز المومنت ده. طيب انا دلوقتي لو جيت مسكت الفريم اليمنت ده، الفريم اليمنت ده مش مقسوم على حتتين، انا عايز اقسمه، عايز اقطعه عند الجوينتس. ازاي اقطعه؟ في حاجه اسمها ديفايد. لازم اقطعه عشان ايه؟ عشان النقطه دي لازم يتعمل لها ايه؟ ريليز. لو انا عملت هنا لما انا بعمل ريليز هو بيديني اوبشن. عايز تعمل ريليز عند البدايه بس ولا عند النهايه بس ولا عند الاثنين؟ لا انا عايز اعمل ريليز عند البدايه وعند النهايه بس في حاجه ان بين. اعمل ايه بقى عشان اتخلى الغلطه دي؟ اقطع الفريم ايه؟ اقطعه واحده. ازاي اقطع الفريم؟ ركز معايا كده. هختار كل الفريمز دي واقول له ايديت. انا دلوقتي عايز اعدل، عايز اقطع، يبقى بعمل ايه؟ هعمل ايديت. هخش هنا هلاقي في حاجه اسمها ايديت بوينتس وايديت لاينز. انا عايز اعمل ايديت لايه؟ لللاينز. هقول له ديفايد الفريمز. بصوا بقى يظهر لي في قائمه ديفايد ايه. يقول لي هل انت عايز تقطع بمسافات؟ عايز تقطع الفريم ده ل 10 حتت؟ ولا عايز تقطعه لحتتين؟ ولا عايز تقطعه عند الجوينتس؟ ولا عايز تقطعه عند الجريدز؟ بص بقى انا هقول له ايه؟ بريك ات ذا انترسكشن والسلكتد جوينتس. شايفين انا مختار فريم مع ايه؟ مع جوينت. انا بقول له قطع لي الفريم ده مع الايه؟ مع الجوينتس ومع الايدجز ومع السوليد ايدجز. سيبك منها دلوقتي، هو دلوقتي ما فيش غير جوينتس. واقول له اوكي يبتدي يقطع وكل واحد يبقى ايه؟ حته منفصله لوحده. تمام؟ تعال نشوف بقى بعد ما قطعناه ازاي نعمل ريليز للمومنتس عند الستارت والاند عشان يبقى فيه ايه؟
عشان يبقى فيه تراس. تمام؟ طيب همسك كل الكلام دوت، همسك كل الفريمز دي، كل الفريمز دي الستارت والاند بتاعها معمول ريليز لايه؟ للمومنت. لو انا مش عامل ريليز للمومنت عند نقطه التقاطع كاميرا وعمود، يبقى دي بقت ايه؟ بقت فريم اكشن. بمعنى هرسم لك حاجتين، لو انا عندي فريم كده وفريم كده، الفريم ده معمول ريليز للنقطتين دول، وهنا مش معمول ريليز. كان هنا يبقى شكل المومنت عامل ازاي؟ كانت النقطه دي بقى عندها ايه؟ مومنت. وزيه هنا ونفس الكلام، وليكن هنا وليكن كان عليها حمل يونيفورم، تبقى حاجه بالمنظر ده. طب انا لو عامل ريليز للنقطه دي، يبقى دي بقت عامله ايه؟ هيبقى سمبل بيم. تمام؟ ودي ما يبقاش عليها ولا دي يبقى عليها. اوكي؟ يبقى النقطه المومنت عندها كام؟ بزيرو. تمام؟ تعالوا نشوف ازاي نعمل ريليز للمومنت ده. اختار كل الفريمز واقول له assign frame release and partial fixedity. يعني ايه release and partial fixedity؟ انا يا جماعه ممكن اخلي الجوينت دي تقدر تشيل مومنت صغير، او تقدر تشيل مومنت كبير، او تقدر ما تشيلش مومنت خالص. فاكرين انتوا الروتيشنال سبرينج الكويز اللي انا بعته لكم المره ده، اللي هو كان فيه روتيشنال سبرينج في نص الكاميرا وكان جواها انترميديت هنج؟ فاكرين الكاميرا اللي هي كانت فيكسد كده وعليها لود كده؟ فاكرين بقى لو انا جيت خليتها وانت رحت عامل انترميديت هنج كده وحاطط نفس اللود؟ فاكرين لما انا بقى وانت رحت جاي نفس الكلام وفي روتيشنال سبرينج هنا كده؟ معايا؟ تمام. النقطه دي هنا الاستفنس بتاعتها ايه؟ انفينيتي، لان ايه؟ ده فريم اليمنت ماسك في بعضه. هنا بقى الاستفنس بتاعتها قد ايه؟ زيرو، فمش هيبقى عليها مومنت. تمام؟ هنا بقت بارشل على حسب الاستفنس بتاعت الايه؟ لو السبرينج ده الاستفنس بتاعته تندس تو انفينيتي هيبقى ايه؟ هيبقى ده. لو الاستفنس بتاعت ده زيرو هتبقى ايه؟ لو حاجه ان بتوين هيبقى في حاجه اسمها بارشل فيكس. تمام؟ انا هنا هعمل ايه؟ هعمل حاجه اسمها ريليز اند بارشل فيكسيديتي. هاجي اقول له ايه؟ اعمل لي ريليز عند المومنت ام 3 3، لان انا بتعامل مع مومنت كام؟ ام 3 3، مفيش ام 2 2. اعمل لي ريليز عند الستارت وعند الاند. هو باي ديفولت بيحط الايه؟ الريليز قيمته بزيرو. طب افرض انا حطيت رقم، يبقى دي بقت ايه؟ بقت بارشلي فيكسد. الرقم ده يبقى ايه؟ قيمه الاستفنس بتاعت السبرينج ده. تمام؟ معايا؟ يبقى اذا لو عايز احل المساله بتاعت الاستراكشر بتاعت ثالثه مدني اللي هي ديت، يبقى انا مثلا والاستفنس بتاعت السبرينج 1000، يبقى احط هنا 1000 وكده 1000. تمام؟ ايه؟ لا اساين فريم ريليز اند بارشل فيكسيديتي. من الاول اهي يا جماعه كنسل، اختار كل الفريمز واقول له اساين فريم ريليز اند بارشل فيكسيديتي، واجي اقول له اعمل لي ريليز لام 3 3. هو باي ديفولت هيخليهم بصفار، هي مش فيكسد، هي هنجد، فبالتالي المومنت يبقى عندها كام؟ زيرو. ده انا عايز اخليها بارشل فيكسد وتشيل مومنت. تمام. شكل المومنت يبقى عامل ازاي في حاجه زي دي؟ بتلاقي هنا المفروض المومنت هنا ده بيبقى بزيرو مثلا، يجي هنا اقوم جاي عامل زيرو واقوم طالع فوق. طب هو لو بارشل فيكسد يبقى الحته دي هتشيل ايه؟ هتشيل حبه مومنت، وعلى حسب قيمة الفيكسيشن تبتدي تشيل مومنت ايه؟ أكبر. أقصى حاجة تقدر تشيلها اللي هي القيمة دي. هي متراوحة ما بين دي وما بين الزيرو. تمام؟ أوكي. هقول له أوكي. بصوا عمل لي إيه؟ ابتدى يقسمهم لي، وري لك شكل الإيه؟ وري لك شكل الهنجات. عايز أعمل إف 4. تمام؟ أقول له إف 4 وري لي الأندي فورمت شيب، يرجع لي زي ما كان. معايا؟ ابتدي اعمل ران واشوف النتائج هيبقى شكلها عامل ازاي، واقول له ران ناو. تمام؟ هنا بان لي ايه بقى؟ المومنت اللي ظاهر هنا ده ام 3 3 اهو. بصوا يا جماعه، ام 3 3 دايجرام نتيجه للالتر. عمل ريليز المومنت، اي نعم عند الجوينت بقى بكام؟ بس ان بتوين بقى فيه ايه؟ مومنت ناتج عن ايه؟ عن السيلف ويت بتاع الايه؟ بتاع الكاميرا. طب تعالى نشيل السيلف ويت. اوكي؟ تعالى هنا في الديفاين ونقول له لود باترن، وخليه لي السيلف ويت ده قيمته بكام؟
بزيرو واقول له موديفاي اللود باترن واقول له اوكي واعمل لي ران. فين ام 3 3؟ مفيش بزيرو ملوش قيمه. اكتب رقم زيرو وعلم عليه قلت بتاع السيت بوينت موديفاير وخليتها زيرو قلت له اد نيو مش هيقدر يقاد يقول لك ان انت عندك اثنين لود كيس بنفس الاسم تمام؟ اوكي؟ لازم تعمل له موديفاير تمام؟ الحاجه الثانيه بقى دلوقتي عايزين نشوف السيتنج بتاع السيت في الويندوز بتاعته شايفين انا فاتح ويندو واحده عايز افتح كمان ويندو اعمل ايه؟ ابتدي انزل هنا تحت مثلا واقول له اد نيو ويندو يفتح لي نيو ويندو ثانيه الويندو دي بتعرض حاجه واحده يعني هتعرض لود كيس لود باتر لود كومبانيشن انفورميشن تعرضك حاجه واحده ما تقدرش تعرض الاثنين معايا بمعنى ايه؟ يعني الويندو ديت عايز اعرض فيها ديفورميشن هاجي اقف فيها اكليك عليها واجي على الشو ديفورمد شيب واقول له ديسبلاي واقول له اوكي يبتدي يبين فيها ايه؟ ديفورمد شيب. طب افرض انا الويندو دي مش عجباني اجي هنا مثلا هقول له اقف هنا شايفين تلاقي عليها تلاقيها اتزرقت كده لو انا وقفت هنا تلاقي دي زرق اوكي؟ هقول له وريني ديفورمد شيب نتيجه لللايف مثلا يبتدي يبين ايه؟ ديفورمد شيب. الديفورمد شيب نتيجه لللايف شايفين شكله عامل ازاي؟ حاجه بتزق ايه؟ بتزق إيه كده. لو انا قلت له ستارت انيميشن ده بتاع الايه؟ بتاع اللايف. تمام حد عنده مشاكل؟ اهي لازم افك الموديل ما اقدرش اعدل فيه من غير ما افك الموديل. اقول له ديفاين لود باترن واجي هنا اغير مثلا سيلف ويت اخليه بواحد اكتب الرقم بايدي واقول له ايه؟ واقول له موديفاي لود باترن. طب افرض اخليه زيرو ادي هو زيرو واقول له موديفاي لود باترن واقول له ايه؟ واقول له اوكي تمام وابتدي اعمل ايه؟ اعمل ران. طب انا التراس ببقى انترستد في ستريننج اكشن نوعه ايه؟ نورمال فورس انا محتاج اجيب النورمال هاجي هنا ده اعلم على الويندو اللي اقف فيها كده اقف فيها واقول له ديسبلاي لازم اكون عامل رن تمام يعني ما ينفعش تعمل ديسبلاي لان هتيجي من غير رن وتقول له شو دي فورمت شيب وتقول له اوكي ابتدي يعرضها لك تمام. طيب تعال نبين اللي هو الاكسيال فورس او النورمال فورس هبتدي اقول له هنا وريني ريزلتس على الفريمز نوعها اكسيال فورس واقول له اوكي بين لي الاكسيال فورس اللي على الايه؟ اللي على الفريم بتاعي. بين لي الحاجه اللي عليها تنشن والحاجه اللي عليها ايه؟ اللي عليها كومبريشن تمام؟ يعني لو جيت هنا حطيت هنا اللون الاحمر ده بيعبر عن الفريمز اللي عليها كومبريشن وهنا ده بيعبر عن الفريمز اللي عليها ايه؟ اللي عليها تنشن تمام؟ وده طبيعي جدا انا لما هزق الفريم من فوق الحته اللي تحت عايزه ايه؟ عايزه تتشد كده تمام؟ طب دوت يا جماعه لو كان فريم ما فيهوش حمل لاترال كده كان كل الاحمال فيرتيكال متوقع البوتوم كورد يبقى عليه ايه؟ التوب كورد يبقى عليه ايه؟ كومبريشن زي القمر القمر بتبقى متنيه تحت تحت يبقى عليه تنشن فوق يبقى عليه ايه؟ كومبريشن والدياجونالز لو كده تبقى عليها ايه؟ اهي يا جماعه ديسبلاي اجي اقف هنا في اي ويندو واقول له شو الفورسز واقول له وريني على الفريمز واقول له نتيجه لاي لود واقول له ايه وريني اكسيال فورس واقول له اوكي هيبتدي يبينها لي ايه؟ يبينها لي هنا اوكي؟ طيب لو انا مشاكل في المسألة دي يا جماعة؟
تمام؟ فهمنا الساب بيفكر ازاي والدنيا فيه عامله ازاي، يعني ما رسملوش كده فريم كونكشن وهي ترس ومعمول لها ريليز، تمام؟ لازم انا اكون فاهم ان هو ان دي فريم اليمنت، والفريم اليمنت والكونكشن ما بينهم ريجيد، ما هتشيل مومنت. لو انا مش عايزها تشيل مومنت يبقى اعمل ايه؟ اعمل لها ريليز، تمام؟ عايزها بارشلي فيكسد. على فكره يا جماعه الحقيقه لا هي فيكسد ولا هي زين، يعني الكونكشن اللي هي ما بين الكاميرا دي والعمود ده هي ايه؟ فيكسد ولا بارشلي فيكسد ولا بارشلي فيكسد؟ هي مش فيكسيشن الى انفينيتي، ما فيش فيكسيشن للانفينيتي. حتى انت عارف لو عامل رولر، لو انت حاطط رولر فعلا برضه هي مش هنج. ليه؟ فريكشن، في فريكشن، تمام؟ في شويه حاجات سترينز بتمنع عن ايه؟ بتمنع الحركه، الا بقى لو انت حاطه على حاجه اتل، فاهم ازاي؟ اوكي طب خلاص خلصنا الاكزامبل ده، تعالى نشوف اكزامبل تاني بقى تعملوه بايديكوا. الاجهزه كلها تكون مفتوحه يا جماعه، تمام؟ هحط مثلا الفريم ده يا جماعه، الفريم ده بصوا ركزوا معايا عشان انتوا اللي هتعملوه دلوقتي، نركز مع بعض. عايزين تحلوا الفريم ده ولا تحلوا الفريم ده؟ طب خلينا في الايه، في السهل ده. ده يا جماعه فريم الاسبان بتاعه 12 متر، تمام؟ عنده انترميديت هنج فوق وعنده لينك ممبر. ايه ده لينك ممبر؟ الارتفاع ده 4.5 متر، وبعد كده اللي فوق ده 3 متر. ده من الكتاب بتاع الاستراكشر بتاع طاقه مدني يا جماعه، اول مساله تقريبا او كانت هوم ورك او حاجه زي كده واتلغت، تمام؟ عايزين نحل المساله دي بالساب، هنعمل ايه؟ اول حاجه خلاص نفتح فايل جديد كده، ده يا جماعه نسيب الكلام ده، وفايل نيو موديل ونبدا فايل جديد، تمام؟ كلنا نبتدي نشتغل معايا واحده واحده، تمام؟ اول حاجه اليونتس، هقول له ان انا عندي يونتس طن وميتر، وابتدي اقول له جريدز اونلي، يبتدي يفتح لي القايمه بتاع الجريدز. المساله بتاعتي اهي، شوف الجريدز اللي تخلي لك الرسمه سهله. ايه هي؟ كام جريد في اتجاه اكس؟ 3 في الاكس، وكام في الواي، وكام في الزد؟ 3. الله ينور. طيب طب بصوا بقى، الجريدز مش متساويه المسافات، هبتدي اعمل ايه؟ هعملها اي كلام وهخش اعدلها من جوه، هوريكم هنعدلها ازاي. تعالوا نخليها 3 الاول، 3 في الاكس وواحد في الواي لان انا اكس زد، وثلاثه في الايه؟ في الزد، واقول له اوكي وسيبها باي سبيسنج انت ايه؟ انت فرضها. طيب ازاي انا اعدل الكلام ده؟ هو فرض اي مسافات. انا بصوا يا جماعه سبته بالمسافات الديفولت، ازاي اعدل المسافات دي؟ اكيد تنقل، اكيد تنقل او ديفاين. ده انا هعدل، يبقى هعمل ايديت يا ديفاين. تعال نشوف ازاي نعدل الجريد داتا بتاعتي، ركز مع بعض كده. هقول له ديفاين حاجه اسمها كووردينيت سيستم اند جريدز، تمام؟ هفتحها، هيقول لي ان انت عندك كووردينيت سيستم اسمه جلوبال. هقول لك عايز تضيف كووردينيت سيستم جديد ولا عايز تعدل في القديم؟ لا انا عايز اعدل في القديم. طب امتى اضيف واحد جديد؟ لو انا عندي اتنين سيستمز، اتنين كووردينت سيستم مالهمش دعوه ببعض، عندي واحد راديا. ساعات يا جماعه المبنى بتاعي بيبقى ايه؟ بيبقى فيه حته دائريه كده، فانا عايز اعمل جريد دائريه مع جريد مستقيمه، يبقى انا اعمل ايه؟ اتنين كووردينت سيستم، تمام؟ لا انا عايز اعدل في اللي موجوده، اقول له موديفاي، هيبتدي يفتح لي الجريد سيستم اللي موجوده وابتدي اعدل فيه. ازاي بقى؟ قايل لي ان انت عندك ثلاثه جريدز في اتجاه اكس، السبيسنج ما بينهم 0 1 على 0 1 على 6 1 على 12. طب هل انا عندي الكلام ده؟ لا انا عندي ايه؟ انا عندي واحد على 0 والتاني على 9 واللي بعديه على كام؟ على 12. لا ما هو ايه؟ انت ممكن تمشي سبيسنج او ممكن تمشي ايه؟ اوردينتس. تعال نشوفها اوردينتس الاول. هقول له دي 9 الثانيه 12 زي ما هي. طب في اتجاه الزد 4.5 و3 اللي هم 4.5 و7.5. 4.5 و7.5، تمام الكلام ده؟ واقول له اوكي، هلاقيها ايه؟ هلاقيها اتعدلت. لو انا جيت ابين هنا الاكس زد هلاقيها بانت واتظبطت هنا،
تاني. لا انا عملتها اوردر بس المره دي عاملها سبيسنج. تمام؟ ممكن اقول له هنا ديفاين كوردينيت سيستم واقول له موديفاي اند شو. هنا ديفولت بتاعه ان هو اوردينيت، يعني تدي له الاوردينيت بتاع كل جريد. في حاجه ثانيه تدي له السبيسنج ما بين الجريدز. يعني لو انا قلت له سبيسنج بص هيعمل ايه؟ هيبتدي حاطط لك اول سبيسنج 9، ثاني واحده 3، وبنهي اخر واحد بزيرو. تمام؟ نفس الكلام تحت 4.5 3 0. تمام؟ لان هما 3 فاخر واحد ما بينه وما بين اللي بعديه 0 فينطبق عليه. تمام؟ فانت الاسهل لك عايز تشتغل سبيسنج تشتغل، عايز تشتغل اوردنت تشتغل. حضرتك تشتغل؟ لا لا يا جماعه اسمعوا عدل رسم رسمه تمام، وبعد ما رسم وخلص فكر ان هو يعدل الجريدز. تمام؟ هل الرسمه هتتغير؟ الرسمه هتفضل زي ما هي، لكن الجريدز هي اللي ايه؟ هي شكلها هتختلف. تمام؟ يعني هو مش هيحرك لك الرسمه مع الجريدز اللي انت عملتها. تمام؟ طيب حد عنده مشاكل في الجريدز دلوقتي يا جماعه؟ هقول له اوكي وابتدي ارسم بقى. بس كل الكلام ده بعمل بعد ما اعمل ديفاين للماتيريالز والكلام ده. اعمل لكم ديفاين والحاجات دي تاني. خلاص عرفناها يا جماعه. اول خطوه قبل ما ترسم تمام ديفاين الماتيريالز والكروس سكشن وعرض اللود باترن. يعني بصوا يا جماعه اول خطوه اعملها اخش على ايه قبل ما ارسم؟ ديفاين ماتيريالز وابتدي اعرف الخرسانه واقول له اوكي ديفاين للكروس سكشن اعرف الفريم سكشن واد اد اد واقوم احط الايه فريم سكشن. تمام؟ بعد كده اقوم اعرف ايه ديفاين لود كومباين لود باترنز واقول ان انا عندي ديد ولايف وكلام من ده. تمام؟ طيب تسهيلا بس عشان انا اعرف اشتغل ويبقى عندي ماتيريالز وعندي حاجات معموله هعمل ايه؟ تخيلوا انا هعمل ايه دلوقتي عشان اسهل الدنيا؟ هفتح الفايل اللي انا كنت لسه عامله معاكم دلوقتي اللي هو تراس 1 ده واقول له اوبن. بصوا هعمل فيه ايه؟ هقول له فايل سيف اس، اعمل لي بقى حاجه اسمها فريم سيف، وامسح الكلام ده واقول له ديليت. بنفس الماتيريالز ونفس الكروس سكشنز موجوده. هبتدي اغير الايه؟ هغير الجريدز بس. هاجي هنا على ديفاين كوردينيت سيستم واقول له موديفاي، وانا عندي سبيسنج اول واحده 9 12 انا شغال ايه؟ شغال سبيسنج، واخر واحده 0 ومسح لي دول. تسع حالات سبيسنج تسع سبيسنج اه صح 3 ديليت. تمام هنا ده يبقى كام؟ 4.5 و3. انا شغال سبيسنج. شوف انك تشتغل سبيسنج ولا اوردنس، اي حاجه انت بتسرح فيها اشتغلها. واقول له ايه؟ 0 واقول له اوكي. اوكي ابتدى رسم لي ايه؟ رسم لي الرسمه بتاعتي. هاجي اعمل ايه؟ هدرو شكل الفريم بتاعي. الفريم بتاعي شكله عامل ازاي؟ حاجه كده لحد هنا، وبعدين كده كده كده، وفي لينك كده. شايفين رسمته في ثانيه ازاي؟ بالبيم اللي هي 25 في 80 او اي بيم عندي. حد عنده مشاكل في الرسم؟ تمام. طب انا عندي ايه؟ عندي انترميديت هنجز امثلها بايه؟ هعمل ريليز اند بارشل ايه؟ بارشل فيكسيديتي. ازاي اعمل الكلام ده؟ ده لينك ممبر. يعني ايه لينك ممبر؟ يعني المومنت عنده في الستارت والاند بايه؟ بزيرو. بقول له هنا اساين فريم ريليز بارشل فيكسيديتي عند الستارت والاند واقول له اوكي. بقى لينك ممبر ولا لا؟ تمام؟ طيب تعالوا نبص على الرسمه وندقق فيها قوي. عندي هنا في ايه؟ يبقى انا هعمل ريليز للفريم دوت عند الاند بتاعته، والفريم الثاني عند الايه؟ عند الستارت. هقول له امسك لي الفريم ده
واعمل لي اساين فريم ريليز واعمل لي ريليز عند الايه عند الاند واقول له اوكي عمل لي ريليز هنا وامسك الفريم ده ساين فريم ريليز بارشل فيكسيديتي عند الستارت واشيل الايه واشيل الاند عملت الايه عملت الانترميديت هاند تمام كده انا خلصت ايه خلصت موديلنج للشكل حد عنده مشاكل يا جماعه انا بتضايق كده لو حد عنده تمام كنترول زد اهو تمام ده لينك ممبر سامي بيه عامل ايه يا ريس ايه اهو ديفاين كوردينيت سيستم معايا يا جماعه همسك الفريم اليمنت ده واقول له اساين فريم ريليز بارشل فيكسيديتي واقول له اعمل لي ريليز للمومنت وخليه زيرو عند الستارت والايه والاند واقول له اوكي تمام وبعدين همسك دوت واقول له اعمل لي ايه اساين فريم لان ده عندي انترميديت هنج فوق ده مش ستارت واند بقى ده اند وستارت اند من ناحيه وستارت من الناحيه الثانيه واقول له اعمل لي ريليز عند الاند واقول له اوكي همسك دوت واقول له اعمل لي اساين فريم ريليز اند بارشل فيكسيديتي واعمله لي عند الستارت كده انا عملت ريليز للمومنت عند النقطه اللي عندها المومنت فعلا زيرو تمام معايا اوكي طيب كده فاضل ايه فاضل ان انا احط الاند كونديشنز هشوف انا عندي هنا اند كونديشنز نوعها ايه عندي هنجت هنجت تمام هقول له اساين جوينت بصوا انا ماسك النقطتين يا جماعه ماسك النقطتين واقول له حط لي عندهم هنج هيبتدي يحط عندهم ايه هنج معايا في الكلام ده ايه يا جماعه بصوا مش هتقدر تتحكم في الموديل بتاعك وانت عامل رن لا تقدر تعمل ديليت ولا تقدر تعمل اديت ولا تقدر تقصين لوز ولا تقدر تعمل اي حاجه فك الرن واعمل اي حاجه انت عايزها تمام حطيت الهنجز فاضل ان انا احط بعد كده الايه ها اللودز همسك النقطه دي واقول له انها اساين انا دلوقتي يا جماعه ما عنديش غير لود واحد نوعه ديد قيمته 8 طن هقول له حط لي ال 8 طن ده اساين جوينت لودز فورسز ال 8 طن دي في اتجاه ايه نيجاتيف زد في اتجاه نيجاتيف زد اوكي وبعد ما اقول له اوكي هتبان لي كده بالمنظر ده. طيب انا لو عندي باترن واحد من اللودز هل انا محتاج اعرف لايف وديد والكلام ده؟ انا ممكن استخدم دي تبقى هي الديفولت بتاعي. معايا؟ اوكي؟ طيب انا كده اقدر اعمل رن ولا لا؟ اقدر اعمل رن معايا اللودز معايا الجيومتري معايا الماتيريال معايا كل حاجه. اقدر اعمل رن بس النتائج اللي هتطلع نتيجه للديد ده هتطلع نتيجه للايه؟ للسيلف ويت وال 8 طن اللي انا حاططها دي. لو انا عايز ابين النتائج نتيجه ل 8 طن هخلي السيلف ويت موديفاير بكام؟ بزيرو. طب تعالى نعمل ران كده ونشوف النتائج هتطلع شكلها عامله ازاي، واقول له ران ناو. ادي يا جماعه شكل البندنج مومنت هبين ام 3 3 ولا ام 2 2؟ ام 3 3. اوكي ده شكل البندنج مومنت نتيجه لايه؟ نتيجه لايه؟ ليه بقى انا استغربت شكل بين المومنت فكرت وقلت ان انا ايه انا نسيت ان انا كنت معادل السيلف ويت تمام فما بقتش بين المومنت برابله على الايه على اللينك معايا عشان تفهموا افك الموديل اوكي هعمل ديفاين لود باترن انا هنا يا جماعه ده الفايل القديم اللي هو بتاع التراس الفايل القديم بتاع التراس كنت مخلي السيلف ويت موديفاير بكام بزيرو واللايف بكام بزيرو طب تعالى نخلي الديد لود بواحد
واحد واقول له اوكي ونشوف البني مومنت هي شكله هيطلع عامل ازاي. ثانيه اقول له موديفاي شايف شكل البني مومنت اتغير ازاي واللينك ممبر طلع عليه بني مومنت ازاي. ليه؟ لان انا خدت السيلف ويت بتاعي ايه في اعتبار، يعني خدت السيلف ويت بتاع اللينك ممبر في اعتبار السيلف ويت بتاع الاستراكشر ككل. لكن انا لو هحلله نتيجه للفورس اللي فوق دي هيبقى مومنت شكل عامل ايه، شكل بتاع فريم معايا ايه ايه البرابلة زرق عشان بوستو. لو انا جيت وقفت عليها كده قيمة المومنت اللي عليها ايه؟ بوستو. ايه؟ ما بقول لا ما هو انا عمال بقول لك ايه؟ بقول لك ان هو خد السيلف ويت كلاين نود تمام؟ السيلف ويت ده هيعمل ايه؟ هيعمل برابلة تمام؟ انا لما باجي احسب الكاميرا يا جماعة مش بحسب الاون ويت بتاعها، الاون ويت بتاعها هو اكبر وزن، ممكن يبقى اكبر من الوزن اللي هيطلع عليه تمام؟ اللي هو 0.25 في 0.8 في الواحد متر في الكاميرا في الجامعه الكونكريت اللي هي 2.5 تمام؟ هو وزع الوزن ده بالميتر رام وجاب البني ادم تمام؟ ايه عايز تبين القيم؟ تعالى هنا قول له فريمز كيبل وقول له وريني ما تعملش فيلا دايجرام شو فاليوز وقول له اوكي يبتدي يوري لك يوري لك ايه؟ يوري لك فاليوز تمام؟ طيب حاجه ثاني بقى تدوس على دي وتقول له فريمز وتقول له وريني ما تعمليش فيل للدايجرام اعمل لي شول فاليوز وريني الفاليوز واقول له اوكي. لو انا عملت فيل دايجرام هبتدي يرجع زي ما كان. يعني ايه فيل دايجرام؟ املاه لي عايز اشوفه كشكل كباتر مش عايز اشوف طير تمام. طيب طب انا لو لو حبيت ابين ام 2 2 تتوقع تيجي يبقى في حاجه ولا ما يبقاش فيه؟ ليه ما يبقاش فيه؟ عشان ما في لود، ما فيش لودز في الدايركشن الايه؟ الاوت اوف بلاي تمام؟ اوكي طيب تعالوا بقى يا جماعه انتوا بقى اشتغلوا مع نفسيكم دلوقتي كل واحد يفتح فايل جديد وابتدوا اشتغلوا في الكاميرا دي وانا هساعدكم. يلا نفتح فايل جديد او اي حد جنبيه واحد برضه وابتدوا تفكروا مع بعض هتعملوا ايه لحد ما تسطبوا البرامج وكده. عشان كده قلت لكم تعالوا جاهزين بالبرامج، تعالوا جاهزين مجهزين نفسكم. تمام؟ يلا كل واحد يفتح فايل جديد يا جماعه ونبدا نحل الكاميرا دي. القطاع بتاعها 25 في 80. اعمل سيف از من اللي انت كنت عامله وسميه بيم. وقول له سيف وامسح الشكل ده. وابتدي حط الشكل بتاع الايه؟ بتاع الكاميرا بتاعك وحط الجريدز بتاعتك. ايه؟ الشكل بتاع الكاميرا اهو يا جماعه. اتنين ونص واتنين ونص وواحد متر. مالها؟ عرف الجريدز. مالها ايه المشكلة؟ عرف الفورسز. تعرف فورسز ايه؟ فورسز اعرفها اقول للبيم دي عليها فورس كل مثلا تلت وتلت وتلت. ابتدي اشتغل وارسم البيم وساعد الفورس ابتدي احطها مع الفورس. ارسم بس شكل البيم. ارسم جريدز وارسم شكل البيم. Thank you.
عادي ممكن ما تتمهمش. يعني مش لازم يكون انت ماشي 1 2 3 وبعد كده نسيت 5 وعملت 6 ممكن تكتب 5 تحت. لا مش مشكله قصدي يعني عشان لا 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 اكتب الارقام بس. الارقام بس والدروس. شكرا. بس. بس عشان تفهمني. هذا عن سؤال؟ سبورتات اهي هنجد رولر رولر اللايف لود واحد تايم بير متر رن الرسمه اهي واحد اتنين ونص بس انت مش محتاجها دلوقتي يعني تحتاجها في اللود اثنين رولر كده وواحدة هنج كده أول واحدة هنج
طيب يا جماعة كلنا رسمنا البيم؟ ايه؟ عايزكم بس ما حدش يدخل لودز يا جماعة. استنون. عايزين اللي عايز يدخل يبتدي اوكي يعني. تعرفت بودن سيستم ده؟ Thank you.
توصل لما كان يبقى اللينك واي وهو حتتين جنب بعض ولاسقين في بعض ومش معمول لهم ليز هو حتة التقسيمه دي انت بتخلق جوينت عشان تقطع بقى التاور تمام نركز مع بعض كده يا جماعه نبتدي بقى نشوف موضوع اللودز شوف موضوع اللودز يا جماعه مع بعض كلنا نقعد عندي كام نوع من اللودز يا جماعه عندي ديد وعندي لايف انا كنت معرف ان في ديد ولايف تعال نشوف اليونيفورم ده هندخله ازاي يعني ده حمل لايف لود 1 طن بر متر رن اقوم اعمل ايه اجي على الساب الكاميرا اللي انا رسمتها ديت الكاميرا دي عليها حمل ايه ده هيبقى عليه كونسنتريتد لود اللي هو بوينت لود ولا لاين لود هقول له اساين هلاقي اوبشن ايه اللي مفتوح فريم لود نوعه ايه ديستريبيوتد اقول له ديستريبيوتد واقول له ايه نوعه ايه نوعه لايف تمام هلاقي فيه حاجتين مديني اوبشن اليونيفورم لود كونستانت وواحد تاني فيه نون يونيفورم لود تمام خلينا احنا في اللود الكونستانت شايفين ده حاجه اسمها ترابيزويدال لودز ترابيزويدال لودز ده بتدخله تقول له ان انا عندي عند الديستانس الفلانيه قيمه اللود كذا وعند الديستانس الفلانيه قيمه اللود كذا عندك لو عندك بيقول لك اديني اربع نقط قيمه الحمل في الاول والاخر والنقطتين اي بتوين ويرسم لك شكل الايه شكل الحال معايا ممكن تديله ريلاتيف ديستانس يعني تقول له عند النص وعند السبع وعند الخمس او تديله عند ديستانس كذا وديستانس كذا وديستانس كذا معايا حد 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 عنده سؤال طيب دلوقتي انا عندي اليود ده يونيفورم ولا ترابيزويدال يونيفورم قيمته كام واحد بصوا بقى في انهي اتجاه اتجاه جرافيتي الجرافيتي ده اللي هو ايه اللي هو النيجاتيف زد يبقى انا لو خليته نيجاتيف زد او جرافيتي هما الاثنين ايه واحد يعني انا كده ممكن اجي هنا اقول له ان هو في اتجاه الزد وادي له قيمته نيجاتيف او الاحسن اخليه بوزيتيف ويبقى ايه جرافيتي قيمته واحد واقول له اوكي تمام حاطط لي شكل الايه شكل اللود طب تعالى نشوف شكل اللود الترابيزويدال هندخله ازاي هنا تعالى نحط البوينت لودز الاول البوينت لودز موجوده فين على انهي نقطه على النقطتين دول قيمتهم كام؟ 8 طن همسك النقطتين دول واقول له اساين تمام انت دلوقتي قايل له كنترول زد اندو همسك الفريم اليمنت اهو اساين فريم لود ديستريبيوتد انا قايل له اه عندي مسافه اسمها زيرو وربع و75 وواحد بس قيمه اللود بتاعتهم بكام بزيرو وقايل له ان في يونيفورم بكام بواحد طب افرض انا كنت حاطط قيمه يونيفورم مع قيمه ترابيزويدال هيبتدي يعمل ايه يحط اليونيفورم ويحط فيه الايه الترابيزويدال تمام هاجي اقول له هنا ايه اوكي تمام هاجي امسك النقطتين دول واحط عندهم البوينت لود اساين
جوينت لود فورسز قيمتهم نيجاتيف 8 ونوعهم ديد لود نيجاتيف 8 واقول له اوكي. حط لي ليه؟ حط لي البوينت لود تمام. هيبقى فاضل لي انهي لودز بقى ثانيه؟ الترابيزويدال ده والمثلث ده ونوعهم الاثنين ديد. ترابيزويدال ومثلث. طيب تعالى بقى نشوف الترابيزويدال ده هندخله ازاي. هندخله ازاي؟ هنعمله بأني امر اللي احنا لسه فاتحينه دلوقتي. بس بصوا بقى دلوقتي اللي هيحصل. الفريم ده متقسم لكام حته؟ ثلاثه. يبقى انا لما امسك هو هيشوفهم ان هما ثلاثه فريمز، مش هيشوفهم ان هما ايه حاجه واحده. ولو قلت له لا هو احنا مقسمينهم ثلاثه، لو كانوا 10 هيمسك ال10 واديت لود هيمسك كل فريم لوحده ويحط عليه لود. بمعنى انا دلوقتي راجل وطيب نيه هبتدي اقوم اعتبرهم كانه فريم واحد. يعني انا عندي اللود ده ترابيزويدال قيمته عند 2.5 بتساوي 5. يعني اول حاجه عند 0 بتساوي 0، وعند 2.5 بتساوي 5، وعند 1 بتساوي 5، وعند او بعد كده اللي هي 3.5، وبعد كده عند 6 بتساوي 5. طيب تعالى انا راجل دلوقتي بحسن نيه هاجي امسك الفريم اليمنت دوت واقول له assign frame loads حط لي distributed واقول له اعملها لي absolute distance بقى مش relative تمام. واقول له عند 0 بتساوي 0 وعند 2.5 بتساوي 5 وعند 3.5 بتساوي 5 وعند 6 بتساوي ايه 0 تمام. واجي اقول له اوكي. شايف عمل ايه؟ ابتدى يقرا الحمل اللي انت حطيته له. عند 0 بتساوي 0، فقام راح ايه مسك كل فريم ومسك عند 0 وخلاهم هما الثلاثه بكام؟ عند كل بدايه فريم وخلاهم بايه؟ بصفار تمام. وبعدين راح قرا عند 2.5 ب5، حط عند كلهم بكام؟ زي ما احنا شايفين طلع حط 5 5 5. وبعد كده جه يقرا عند 3.5 ما لقاش فما حطش، عند 5 او عند 6 ما لقاش فما حطش. يبقى اللي احنا عملناه ده ايه؟ ده غلط تمام. يبقى انا عشان استخدم الاوبشن ده اعمل لهم جوين واخليهم فريم واحد وابتدي اعمل عليهم الكلام ده. يعني لو جيت انا كده مسكت اللاين ده الثلاثه لاينز مع بعض وقلت له ايديت، المره دي بقى مش هعمل ديفايد، هعمل ايه؟ هعمل جوين فريم واقول له جوين بقى حته واحده تمام. همسك الفريم ده اعلم عليه هلاقيه ايه؟ كله بقى حته واحده. هقول له assign فريم لودز ديستريبيوتد. بصوا بقى لازم اقول له اعمل لي ريبليس، شيل القديم وحط الجديد. نفس الكلام نفس الكلام اللي فات. شوف بقى هيعمل ايه. اقول له اوكي ابتدى اغيره تمام. ايه واحد انا عشان انا حاطط يونيفورم لود معايا يا جماعه. شوف عمل ايه. انا عشان كاتب يونيفورم لود قيمته كام؟ قيمته واحد وعامل حمل ترابيزويدا فجمع الايه؟ جمع الاثنين. طب تعالى نشوف لو هي من غير الواحد. ادي الفريم اهو assign فريم لود ديستريبيوتد، شيل الواحد ده خليه بزيرو واعمل لي ريبليس. اوكي قام راح منزله لي ومسقطه لي ايه؟ سقطه لي تحت تمام؟ سهل الكلام ده؟ جوينت تمام. يعني اعمل ايه؟ ممكن امسك كده اجي على قائمه درو والاقي حاجه اسمها درو سبيشال جوينت، او من بره هنا امسك النقطه دي وانا ماسكها ابتدي احط النقطه دي عند اي حته انا عايزها. هنا مثلا هنا دي بقت نقطه، هو عارف ان الحته دي بقت نقطه اقدر احط عليها لود. عايز ارسم نقطة، نفس الكلام كأني برسم فريم اليمنت، هاجي على قائمة درو وأقول له درو سبيشال جوين. أو من بره هنا هتلاقي علامة النقطة دي بره. أبتدي أحطها في أي حتة أنا عايزها. لينس محطوطة أهو، تيجي هنا على قائمة درو دايمنشن لاين. مش موجود؟
لا مش موجود في الساب، موجود تقريبا لا اكيد طبعا في كاد. انت لو عايز تعمل تيس تمسك كده ويعني تعمل كانك هترسم فريم اليمنت، وبعدين هو هيقول لك ان ال اللي انت عاملها كام، تمام؟ لكن في الايتابس موجوده تقدر تدرو دايمنشن بار. زويدال لود قدام اثنين اوبشن، يا اما اشتغل ريلاتيف ديستانس يا ايه ابسولوت ديستانس. لو انا اشتغلت ريلاتيف ديستانس اقدر احط اقول له حط لي اللود الفلاني عند 2.5، لا يبقى هي ريش، يبقى اعلى رقم يبقى كام؟ 1. يبقى احط يبقى اللود عند 0 يساوي 0، وعند 50% من اللينس يساوي كذا، و75% من اللينس يساوي كذا، و80% من اللينس يساوي كذا، و100% من اللينس يساوي كذا. لو انا شغال ابسولوت، بص ركز معايا بقى، هاجي هنا هقول له امسك مثلا الفريم دوت واقول له اساين فريم لود ديستريبيوتد، هاجي اقول له هنا ابسولوت، يبقى لازم القيم كلها تبقى اقل من الايه؟ من الواحد، نسبه من الواحد، او اشتغل ريلاتيف احسن، يبقى احولها اخليها ريلاتيف والبدايه ب 0 2.5 3.5 0 ايه؟ اعملها ايه؟ ابسوليوت صح. الريلاتيف هي الثانيه، تمام؟ حتى انا لما جيت قلبتها قام راح مغيرها مخليها كلها ايه؟ كلها اصفار. طيب لو انا جيت عملت قلت ديسبلاي شو لود اساين، وريني اللود على الفريمز، وريني الديد لودز. ايه ده، راحت فين الديد لودز؟ طيب اساين فريم لودز، بصوا يا جماعه تاني اهي ديستريبيوتد عن 0 و2.5 تمام 0، اقول له ايه؟ اوكي، حاط لي ايه؟ حاط لي اللود. طب تعالى نحط الحمل المثلث، اعمل ايه بقى؟ الساين برضو، بصوا يا جماعه قيمته كام؟ قيمته حد واقف قدامه حاجه؟ قيمته 3. هاجي اقول له الساين فريم لودز ديستريبيوتد، واقول له ان نوعه ديد. على فكره هنا يا جماعه المفروض دي تبقى ديد لودز اساين فريم ديستريبيوتد، نروح ديد و ريبليس الاكزيستنج لود، او خلي لايف ماشي ديد، اقول له اوكي كده دي بقت ديد. نمسح بقى اللايف اللي كان عليها، ساين فريم لودز، لا بس انت على لود كيس ثانيه، هو بيعمل ريبليس من نفس اللود كيس، تمام؟ انا دلوقتي عايز اللايف واقول له ديليت اكزيستنج لود، واقول له اوكي كده مسح الايه؟ اللايف اللي كان عليه وخليتها ديد زي ما كان. ايه المشاكل؟ الناس بتنفخ ليه؟ طيب هاجي امسك، عايز تعال نجرب نحط اللود مثلث هنا، اساين فريم لودز وحط لي لود ديستريبيوتد نوع عدد، اوكي تعال نشوف بقى الريلاتيف ديستانس بكام او الابسولوت ديستانس. طيب انا دلوقتي الرسمه اهي، عند 0 بتساوي كام؟ 3. طب تبقى عند 1 هتساوي كام؟ 1.5. طيب عند مثلا عايزين نقطه رابعه، ما هو كاتب 4 نقط، ممكن تكررها يعني ممكن تعمل كده، ممكن اجي هنا اقول له مثلا عند 0 3 و 0 ب 3 وبعدين تيجي هنا وتقول له اوكي. لا انا كنت سايبها اصفار صح؟
ساين ماشي قبلها هو اتلخبط بس ما اعتقدش انا يعني اول مره اجربها معاكم بس ايش طيب عند اتنين اتنين هو يعني انت ملخبطه حاطط له واحده عند زي عند زيرو واحده ثلاثه فبتدي هو ايه طيب لا هو لازم الاثنين التانيين هو ده احنا عملناها ما كانتش تكرروا بس لازم تكرروا الباب زيرو طب تعالوا نجرب يا جماعه زميلكم بيقول ايه انا همسح اللود اللي هنا هقول له اساين فريم لود ديستريبيوتد واقول له ايه امسح كل الكلام ده اعمل ديليت الاكزيستنج لود واقول له اوكي تعالى نعملها تاني مع بعض اساين فريم لود ديستريبيوتد اهي تاني هبتدي اعمل ابسوليوت في ايه في اول اثنين زيرو ثلاثة واثنين وزيرو واقول له اوكي ابتدى عملها ونجلكت الاثنين الباقيين تمام اوكي طيب كده فاضل لي حاجه تاني خلصت لودز خلصت كل حاجه ابتدي اعمل ايه اعمل رن تمام ناقص حاجه رن ناو ابتدي امرح مش مطلع لي شكل ديفورمد شيب اقدر ابينه ده يا جماعه ديفورمد شيب نتيجه للايه نتيجه للديد لودز طب اقدر اطلع شكل البند مومنت اه طبعا اقدر اقف هنا في الشكل ده واقول له وريني ام كام بقى ها ام 2 2 ولا ام 3 3 ها انتوا معايا ولا ايه يا جماعه واقول له اوكي شكل البند مومنت بان ولا لا عايز ابينه فاليوز نتيجه لاي لود انا عايزها Working, Ultimate, Live, أي حاجة أنا عايزها ألاقيه موجود. Dead وليكن M33 وريني شو الفاليوز وأقول له أوكي. طب افرض أنا عايز شكل المومنت تفصيليًا. أقف على الفريم كده بعد ما عملت له رن وأدوس عليه كليك إيه؟ كليك يمين يبان شكل المومنت عند أي سكشن أنت عايزه. والشير كمان مش المومنت بس. تمام؟ الشير والمومنت والديفليكشن وكل حاجة أنت عايزها. أو هنا مثلًا. هقف على دوت واقول له كليك يمين هبتدي شكل المومنت عند اي سكشن انت عايزه تقدر تجيبه بدقه تمام الكلام ده حلو طيب تعالوا بقى ابتدوا اعملوا الاكزامبل ده معاكم كده يا جماعه ربع ساعه بالظبط تمام ابتدوا بصوا على ده انا مش هسعبكم فيه بقى يلا كلنا نشتغل الاكزامبل ده يا جماعه كل ده في الاكسس ليه مفيش حاجه بره تمام الدايمنشن الرئيسيه دي 8 تمام وبعدين دي 3 ودي 6 ودي 3 يلا هي عشان ايه شوفوها Thank you.
مشاكل يا جماعه؟ مش مهم القطاعات يا جماعه، اعملوا قطاع واحد اللي هو السي 1 اللي هو 25% او واحد بس. الو؟ بصوا يا جماعه الاكس جريدز اللي هي الجريدز اللي هي بتعمل سبيسنج في اكس اللي بتعمل سبيسنج في زد اللي هي كده. الو ايه يا ابني انت فين؟ طب بص تطلع تقف في المكتب وخليك تحت، انا فاضل لي نصايه كده. انت ما جيتش؟ طب يلا عايز حاجه؟ اه ماشي. لا بس انا بكره عندي شغل. ايوه يا جماعه ايه المشاكل؟ لا المشاكل في واحد بقى حاجه استنى بزياده يا جماعه، انت تقدر تحسبها بسهوله جدا، يعني مش لازم تبقى العمليه واضحه قوي. ادي اول حاجه عندي زيرو، بعد كده ثلاثه، وبعد كده ثلاثه كمان، وبعد كده عايز توصل للثمانيه. يعني انت تقدر تعمل زيرو 3 6 8 وبعد كده 9. يعني لو هي اوردرز عندي جريد عند 0 وجريد عند 3 والموضوع لعبت شويه، بس انت ايه الموضوع ده يعني مش لغز يعني. 0 3 6 8 9 او لو سبيسنج هتعملها 3 3 وبعد كده 2 وبعد كده 1. ها بص يا جماعه لازم تروح تعمل الاكزامبل دي بايدك واحده واحده كمان، يعني هي موجوده في الفيديو اهي والبي دي اف موجود. عايز تشتغل من البي دي اف اشتغل، عايز تشتغل من الفيديو اشتغل، بس لازم تشتغل بايدك. لازم تعمل الاربعه اكزامبل دول معاك، لازم تعملهم، يعني لازم تعملهم. انا هرفعه لكم، هحاول ارفعه لكم النهارده على النت، بس حتى لو ما رفضتلكش الفيديو انت عملت اوريدي الكلام ده بايدك، تمام؟ مش محتاجني في حاجه، تمام؟ لو انت يا جماعه ما اشتغلتش بايدك في اول سيشن ده، يعني تعال على نفسك، لو انت مش ناوي تعمل حاجه لازم اول سيشن ده تشتغل بايدك، لان بعد كده الدنيا هتبقى ظلام لو انت ما اشتغلتش. هي 6 زائد 3 تمام. اللودز يا جماعه في لود هوريزونتال بروجيكشن وفي لود ماشي مع الله. ان لو انت بتختار اللودز وانت في حته على جرافيك الدوره، لو حلتها هتلاقي في اوبشن اسمه جرافيك بروجيكتور. اللودز دي نوعها ايه؟ جرافيتي بروجيكتور، تمام؟ بمعنى فك الموديل. اوكي انا لو عايز احط لود هنا كده وانا بقول له اساين فريم لود ديستريبيوتد، حط لي لود نوعه ديد او اي حاجه وهو مش جرافيتي، لا ده هو جرافيتي بروجيكتد، تمام؟ هو ده الهوريزونتال بروجيكت.
هو هنجد 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 هنج. وعلى فكره ده طايه يا جماعه، يعني هنا ده هنج وهنا هنج. انا هنزل لكم الفايل الكات ده، كل الاكزامبلز اللي هنشتغل فيها طول السيشن، طول السيشنز اللي جايه موجوده اهي، شايف كل دي اكزامبلز. تمام، احنا خدنا الاربعه دول. تمام، المره الجايه هنبتدي بدول. تمام، انا هنزله النهارده على النت، لازم يبقى عندنا كات طبعا. ايوه، بص بقى يا جماعه، لما انت هتيجي تعمل لاين لود على ده وقلت له ان اللاين لود ده هوريزونتال بروجيكتد على الفريم اليمنت ده، هيعمل ايه؟ مش هيخليه اربعه، هيخليه اربعه على كوزاين سيتا، يعني هيحلله، او اربعه كوزاين سيتا، هيبتدي يحلله ويجيب لك قيمه اقل. بمعنى انا دلوقتي لو انا جيت عملت فريم اليمنت كده يا جماعه، تمام، وقلت انا هحط عليه لود، هحط عليه لود اساين فريم لود ديستريبيوتد، حط لي لود ديد وهو هوريزونتال بروجيكتد وقيمته كام؟ اربعه، ده على الماي. تمام، فبالتالي هو هيبقى هوريزونتال بروجيكتد قيمه ايه؟ اقل. تمام، فبالتالي لما اقول له كده هيبتدي يحطه لك متوزع يونيفورم بس بقيمه اقل اللي هي ايكويفالنت للبروجيكت. هو انتوا لسه ما طيب اهي، يعني اللي انت عامله ده صح، بس هل ده هوريزونتال بروجيكت؟ ده هو مش كاتب قدام هوريزونتال بروجيكت، يبقى تخليه جرافيتي عادي. لو جرافيتي عادي هيخلوا لك نفس لازم تشتغل بايدك. بصوا يا جماعه، هوريزونتال بروجيكت طبعا السعر التنفيذ بتاعه عمره ما هيوريك الحلم ان هو بروجيكت بيجيبه لك زي ما انا ظرف الكاري، كده انا رسمه بايدي. تمام؟ فالسعر بيعمل لك حركه ظريفه جدا. طيب انا لو عندي كاميرا مايه عليها حمل 2 طن متر مش هوريزونتال بروجيكت، وكاميرا زيها ثانيه بنفس السيتنج بتاعها عليه حمل هوريزونتال بروجيكت 2 طن متر، انهي اكتر؟ ديت على الميل اللينس بتاعها 3 متر اللي هو الهوريزونتال بروجيكت 3 متر، يبقى 2 في 3 بكام؟ ب 6. طب دي على الميل هو 5 متر، 2 في 5 بكام؟ ب 10، دي عليها 10 ودي عليها 6، فبالتالي مين هيبقى اكتر؟ ان هي مش هوريزونتال بروجيكت. تمام؟ فبالتالي هو بيبينها كانها لاين بس بيبتدي يديها رقم صغير. اه بالظبط. خلصتوا الرسمة يا جماعة؟ حد عايز حاجة من الرسمة دي؟ طيب بصوا بقى معايا، هعملها قدامكم واحدة واحدة أو أنتوا ملوني. أهي يا جماعة هعمل فايل سيف أز هسميه فريم 2 وأقول له سيف. تمام؟ همسح كل الكلام دوت وأقول له ديليت. هعمل ديفاين اوكي ماشي. وانا اصلا خلاص خلصنا يعني. ركز مع بعض كده. انتوا هتملوني ها؟ الاوردنس بتاعتي في اتجاه الاكس كام؟ سبيسنج ها كام قولوا لي؟
كم؟ 18 18 و3 3 وبعدين 0 وامسح لي كل اللي باقي ده ديليت. طب في اتجاه الزد 3 وبعدين 3 و2 و1 وبعدين 0 في الاخر عشان يقفل اخر واحد. لو انت ما عملتوش مش هيقفله. واقول له اوكي كي كي ابتدى ايه غير لي الكلام ده. تعالى نرسم اهي، دي كانت كده ودي كده 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 تمام. ابتدي احط اللودز او احط الاند كونديشن، امسك النقطه دي ماشي. انا مش عارف هو مش عايز سيلكت النقطه دي ليه. تمام، هبتدي امسك النقطتين دول مثلا واصين عليهم جوينت ريسترين واحط لي هنج واقول اوكي. طيب انا عايز ارسم فريم اليمنت من هنا لهنا، ادي اهو ده كده وكده، هبتدي اعمل ايه؟ ركز مع بعض يا جماعه، انا بعمل لك الاكزامبل عشان تشوف الموديل انسر بتاعه. اصين فريم ريليز اند بارشل فيكسيديتي، حرر لي الستارت والاند واقول له اوكي. تمام كده خلصت الجيومتري، فاضل ايه؟ فاضل ان انا احط اللودز. هاساين ديستريبيوتد واقول له 1 وهو ديد واقول له اوكي. نفس الكلام عليه، هاساين ديستريبيوتد ولايف، كان لايف بكام؟ 1 واقول له اوكي. خلصت من الفريم اليمنت ده، فاضل ايه؟ فاضل المايل ده. طب هل ده كان هوريزونتال بروجيكتد؟ متأكدين؟ لا كان هوريزونتال بروجكت. تمام؟ بص بقى هو لما كانش هوريزونتال بروجكت حط القيمة دي بكام؟ وأنا عامله إيه؟ هو ده تمام. أنا كده كنت عامله هوريزونتال بروجكت، طب هو لو مش هوريزونتال بروجكتد وكان جرافيتي عادي، أوكي؟ هيبقى بكام؟ بواحد، قيمة إيه؟ قيمة أكبر. طيب. تعالى نمسك الفريم التاني ده. هل ده كان هوريزونتال بروجكتد؟ لا. طب كان قيمته كام؟ كانت 4 ريد و3 لايف. هاساين فريم لود ديستريبيوتد، حط لي في اللايف 3 ونوعه جرافيتي فقط واقول له اوكي. نفس الفريم اليمنت هاساين ديستريبيوتد وحطه لي في الديد وقيمته كام؟ 4 واقول له ايه؟ اوكي. خلصنا من موضوع الاحمال بتاعي. تمام؟ اقدر اعمل له ران دلوقتي واطلع النتائج. تمام شايفين ده شكل البيندنج مومنت بتاعه يا جماعه؟ ليه؟ عشان الاون ويت بتاعي انا واخده. تمام؟ لا لا ما ينفعش في الديس حمل ديد وحمل ضايع. انت في الديس ديد ديد او ضايع ضايع. ايوه دي نفس نوع اللود كيس اللي انت عاملها. طب تعالوا اقول لكم على حاجه يا جماعه، خليها حلقه في ودنك. انت وانس انك بتعمل لود باتر تمام، دي حاجه. اول ما تحط على الـ على الـ على الـ الـ الشكل بتاعك اللودز بتبتدي تتولد حاجه اسمها لود كيسز. تعال نشوف اللود كيسز دي بتبقى شكلها عامل ازاي. شوف كده ديفاين، في حاجه اسمها لود باترنز دي عرفناها، ولود كومباينيشنز وعرفناها. ايه اللود كيسز اللي في النص دي؟ هي نفسها اللود باترنز. اول ما انت ما بتعرف لود باترن يبتدي يعرف ايه؟ لود كيسز. تمام؟ بيبتدي يقوم يخلق لود كيسز زي دي اللي انت بتعمل لها ران. شايف انت ديت موديل لايف، الموديل كان ظاهر في لود باتر، هو بيظهر في لود كيسز لان دي لود كيس بيعمل لها ديفلوبمنت اوتوميتد. تمام؟ تمام؟ انت ممكن تمسحها من هنا وممكن تعدل فيها من هنا. تمام؟ وتقدر تعدل في كل اللود كيسز دي من هنا. اوكي؟ طيب كده النهارده عملنا ايه يا جماعه؟ عملنا 2 فريز، عملنا ليمز، عملنا تراست. هل الموضوع محتاج حاجه؟ هل الموضوع محتاج ان انا ديسيشن في التراست لوحده؟ او في الفريم لوحده او في الفريم لوحده مش محتاج صح؟ سيشن واحد زي الفل فيهم، مش محتاج حاجه اكتر من كده. تمام؟ كل اللي انا محتاجه منك انك تروح البيت تمسك الكام اكزامبل دول تحلهم مع نفسك، تقعد تمشي ايدك في مساله تراس، مساله دي، مساله فريم،
تمسك مساله كنت حللها في شريط من اللي انت ناقله مش عارف اي حاجه من اللي انت كنت بتعملها دي ابتدي ايه ابتدي اعمل ايه ابتدي اعمل اي حاجه من اللي انت ايه من اللي انت كنت بتعملها دي ماشي اتشك على نفسك شوف اللي انت كنت بتعمله ده كان بيعرف يحل ولا لا تمام او انت كنت بتعرف تحل ولا لا تمام ماشي لو روحت وما اشتغلتش بايدك المره الجايه هتبقى ايه هتبقى صعبه عليك تمام هنبتدي نجي يعني الساب هو خلاص السيشن اللي جاي اللي بعده هنبتدي نفنش تمام تبتدي تشتغل بايدك يلا اشوفكم المره الجايه اللي ما نزلش البي دي اف يا جماعه وعايزه ممكن ياخده مني دلوقتي عايز البي دي اف والفايل بتاع الكام اه صح الفيديو